بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من ملعب الاهلي. تصدير المشاكل، عنوان حلقه اليوم هو تصدير المشاكل، وانا اسف ان انا كل حلقه قبل اي ماتش مهم لازم اقول هذا الموضوع، لانه هو الموضوع اللي بيثار خلال هذه الايام. ايه اللي بيحصل؟ انا مش عارف اكسب النادي الاهلي داخل الملعب، وبالتالي لازم اعمل له ازمات كبيره جدا حوالين الملعب علشان احاول اخليه يطلع بره تركيزه. ودايما مثل هذه الامور لا تحدث الا قبل مباراه البيراميدز مثلا، حصلت المصري بتحصل اكيد، قبل ماتش الزمالك في السوبر بتحصل اكيد، قبل ماتش الزمالك في الدوري هتحصل اكيد، قبل ماتش سان داونز هتحصل، لان هو مش قادر يعمل مع حضرتك حاجه جوه الملعب. على فكره كره القدم، ودايما انا بقول هذا الكلام، والكلام ده انا اتعلمته داخل النادي الاهلي، كره القدم فيها ثلاث حاجات: مكسب وخسارة وتعادل. يعني ممكن تلعب مباراة تكسب أو تتعادل أو تخسر. أنا هقولها بكل اللغات، لو ينفع أقولها بكل اللغات هقولها لحضراتكم بكل اللغات، مش لحضراتكم طبعا، لبعض من لا يشجع النادي الأهلي. فدايما تلاقي قبل المباريات المهمة وبفترة كافية يوم جاي يعمل لك أزمة، يقول لك أصل فاكرين لما قالوا إن كهربا اتجمد، فاكرين لما قالوا ان مجدي قفشه مش عارف ماله ما لعبش ليه، طلعوا بره ال 18 ليه، وبعدين رجعوا تاني مره تانيه قال لك اصل اللعيبه الكبار اللي مش عايزه تجدد عقودها ومش عايزين يقعدوا مع ايه. يا جماعه الكلام ده، الكلام ده لا يحدث داخل النادي الاهلي. هناك مواعيد لفتح الكلام في الوقت اللي يراه لجنه، اللي تراه لجنه التخطيط والمشرف على الكوره يتناسب مع المرحله. لكن احنا عندنا لعيبه كبار، عندنا لعيبه كبار، اللعيبه الكبار كلها كلها هم كباتن فريق النادي الاهلي. اللعيبه الكبار كابتن شريف اكرامي، كابتن حسام عاشور، كابتن احمد فتحي، وبقيه اللاعبين او الاربع لاعبين الثلاث لاعبين دول تحديدا هم كباتن النادي الاهلي، عارفين كويس قوي امتى يتكلموا، امتى يزعلوا، امتى ما يزعلوش، عارفين كل حاجه، لان هم حياتهم كلها تقريبا داخل النادي الاهلي. احمد فتحي ب 10 سنين او 12 سنه من حياته داخل النادي الاهلي. فلما حضرتك تيجي تصدر مشكلة، صدر مشكلة صح، طيب صدر حاجة حصلت. على فكرة مش هنرد ولا هنتكلم لو حاجة حصلت، ممكن ما نتكلمش عنها لأنها بتكون حصلت، وإحنا دائما ما نراعي إن عندنا جمهور واعي ومحترم بيتفرج على قناة النادي الأهلي. فعشان كده بقول لحضرتك إذا كنت عايز تصدر، إن لبعض من لا يشجع النادي الأهلي، يعني إذا كنت عايز تصدر مشكلة فصدر مشكلة حصلت، ما تصدرش أي مشكلة وهمية علشان تجيب اسماء ناس معينه وتحطها، وانت عارف ان الاسماء دي بتفرق مع جمهور النادي الاهلي. لكن اللي حضرتك ما تعرفوش، او ما اعرفش تعرفه ولا ما تعرفوش، اللي حضراتكم لبعض من لا يشجع النادي الاهلي اللي مش عارفينه، ان جمهور النادي الاهلي واعي جدا لمثل هذه الامور. احنا لما بنيجي بس بنضع سبوت او بنحط نور على الموضوع، لانه من امبارح للنهارده 3 4 5 6 10 تليفونات من جمهور النادي الاهلي، وانا زي ما قلت لحضراتكم اي حد معاه رقم تليفوني بيكلمني برد، كل لان انا بحب اسمع لجمهور النادي الاهلي، عايز اعرف هم ايه الموضوع اللي ماشي في دماغهم، لان انا بطلع علشان اقول لحضراتكم ايه اللي بيحصل. فالناس كلها واضح ان في اتجاه معين من بعض من لا يشجع النادي الاهلي عامله على السوشيال ميديا وعلى المواقع وعلى الكلام ده، ان هناك مشاكل بتحدث داخل النادي الاهلي، مشاكل كبيره ومشاكل مهمه، ولاعيبه النادي الاهلي الكبار مش عارف مين يا جماعه الكلام ده كلام غير صحيح. ممكن يحصل اي حاجه، ولكن ما اعتقدش ان الاربع لعيبه دول او الثلاث لعيبه دول في الوقت ده تحديدا يفكروا في مثل هذا الكلام. ما اعتقدش ان كابتن سيد عبد الحفيظ او لجنه التخطيط او هم عندهم تصور للي هيحصل الفتره اللي جايه 100%. لجنه المشرف على الكوره ولجنه التخطيط عندهم تصور للي هيعملوه خلال الشهرين ثلاثه اللي جايين 100%. عندهم بلان A وبلان B وبلان C. ده انا مش معلومه، ولكن انا متاكد من الموضوع ده. مش معقوله هيكونوا لا، عندهم البلان وعندهم الخطه اللي ماشيين بيها خلال الفتره القادمه، لان ده النادي الاهلي، مؤسسه النادي الاهلي. فان انت عايز تصدر لي مشكله، صعب، صعب ان حضرتك تصدر لي مشكله في ظل وجود اسماء كبيره ومحترمه واسماء لها وزنها داخل النادي الاهلي،
ولها قيمتها داخل النادي الاهلي ومتربيه جوه النادي الاهلي. انت عارف حضرتك حسام عاشور ده بيلعب في النادي الاهلي من امتى؟ من ساعه ما كنت انا بلعب. يعني شوف انا بقيت يعني تخنت وكبرت وبقيت بكرش وكل حاجه، وحسام عاشور كان بيلعب. دلوقتي بقى لنا من 2003 2004 لغايه 2019 على طول ستاندنج وعلى طول اساسي، ولما بيقعد احتياطي بيبقى اكتر واحد او بيبقى بره الفرقه، بيبقى اكتر واحد بيقف مع الفرقه. شريف اكرامي، شريف اكرامي ده ما بتعرف، انا يعني في حاجات انا ما ينفعش اقولها، في حاجات شخصيه طبعا، انا اذا كانت حاجات تخص الجمهور فهطلع اقولها على طول، لكن هي حاجات شخصيه بيننا وبين بعض يعني بنبقى عارفينها بصفه ان احنا بنتكلم، ان احنا بنتناقش في بعض الامور مع بعض اللاعبين. لكن شريف اكرامي ده دوره قد ايه اللي بيعمله وهو بره الملعب بقاله فتره. بمناسبه شريف اكرام، يعني بالصدفه بمناسبه شريف اكرام، النهارده تقريبا ربع ساعه شريف اكرامي واقف مع فايلر. بمناسبه بقى ان تصدير المشاكل بالنسبه للثلاث لاعبين الكبار او الاربع لاعبين الكبار، وان احنا اللعيبه عندها مشاكل مع المدير الفني والمدير الفني عنده مشاكل. بالمناسبه الكلام اللي انا بقوله ده مش معناه ان اللعيب مش زعلان، اكيد 100% كل لاعب ما بيلعبش في الملعب هو زعلان ومتضايق، ولكن حضرتك بتتكلم على قامات كبيرة جدا داخل النادي الأهلي، وأسماء كبيرة جدا داخل النادي الأهلي، وتاريخ كبير جدا. حسام عاشور، حسام عاشور ده واخد كام بطولة؟ يعني لما باجي أتكلم على حسام بشوف إن هو واحد من أكثر اللاعبين إحرازا للبطولات. لا، هو أكثر لاعب إحرازا للبطولات 100%. بطولات حسام عاشور أكتر من بطولات أندية مجمعة مع بعض، ومحدش ياخدها على نفسه. بالمناسبة أنا بتكلم على حسام عاشور، ده قيمة كبيرة. حسام عاشور ده قيمة كبيرة. شريف إكرامي ده شوفوا واخد كام بطولة، شوفوا واخد كام بطولة. أحمد فتحي، وليد سليمان، شوفوا واخدين كام بطولة الناس دي، وهما بيلعبوا وهما بيلعبوش، وهما جوه الفرقة وهما بره الفرقة. ممكن مش ممكن ما يكونوش زعلانين. بالمناسبة أي حد ما بيلعبش داخل النادي الأهلي، معرفش طبعا بره النادي الأهلي إيه اللي بيحصل. إحنا ما عندناش حد موظف، ما عندناش حد بيروح علشان يمضي، وأتمنى إن ما حدش ياخدها على نفسه. أنا بتكلم على النادي الأهلي، إن ما بيحصلش جوه النادي الأهلي الكلام اللي أنا بقوله ده، إن ما عندناش موظفين، ما عندناش واحد يروح يمضي علشان يقبض آخر الشهر. كل اللعيبة اللي بتيجي النادي الأهلي بيبقى نفسها تلعب وزعلان جدا إن هو بيلعب، إن هو ما بيلعبش. فلازم يبقى متضايق من جواه، لازم يبقى زعلان، لازم يبقى مكشر، لازم يبقى حزين إن هو ما بيلعبش، لأنه حاسس إن هو عايز يلعب. لكن في النهاية المدير الفني هو من يختار، ودي المعادلة أو ده التوازن اللي بيحصل. ان انا كلعيب كبير في الفرقه او كابتن الفرقه او كذا او كذا، انا متاكد ان ان المدير الفني شايف اللي فيه مصلحه الفريق. انا متاكد والمدير الفني متاكد ان هو بيتعامل مع لعيبه كبيره، لعيبه لها قيمتها، لعيبه لها اسمها. فمهما حضرتك تحاول تخش، هو ده التوازن اللي بيحصل داخل النادي الاهلي. اذا كان هناك شيء انا هتكلم بس اخر السنه، هو ده اللي احنا دايما اللي احنا عارفينه او اللي متعارف عليه داخل النادي الاهلي. اذا كان هناك استثناء او حاجه ده ممكن، لكن ما بتلاقوهوش في واحد من كباتن النادي الاهلي. ايه اللي هيحصل الفتره اللي جايه؟ انا ما عنديش فكره، انا مش عضو في لجنه التخطيط، ولا انا ما اعرفش. لكن اللي بقوله لحضراتكم ان اكيد هناك خطه موضوعه للفترة القادمة، ماذا سيحدث في الفترة القادمة، انتظارا طبعا للي هيحصل بقى ان شاء الله. الدوري ربنا يكمل لنا على خير ونكمل بشكل جيد، خصوصا مباراة المصري القادمة، ايضا البطولة الافريقية اللي عندنا فيها مباراة مهمة جدا او مباراتين مهمين جدا. قبل كل ده ما بين ماتش المصري وما بين ماتش البطولة الافريقية عندك بطولة السوبر ان شاء الله يوم 20. محدش مركز في حاجة غير في مباراة المصري بكرة، محدش مركز في حاجه غير في مباراه المصري بعد بكره. حتى ده الكلام اللي قاله فايلر النهارده، مباراه المصري اولا
وثانيا وثالثا لغايه يوم الجمعه الساعه 9:30. بعد يوم الجمعه الساعه 9:30 هفكر في ماتش الزمالك اللي في السوبر، او هفكر في اللي عليه الدور يعني. فالموضوع بالنسبه لنا كده داخل النادي الاهلي، الموضوع بيدار، او داخل مؤسسه النادي الاهلي الموضوع بيدار ان هناك مدير فني هو المسؤول عن الاداره الفنيه داخل الفرقه. ممكن تكون حاجات مش عاجبه حضرتك كجمهور، ممكن تكون حاجات مش عاجباني كمحلل او كمذيع، ممكن تكون حاجات مش عاجبه ناس معينه، مفيش مشكله، ولكن اللي بيدير مين؟ المدير الفني للنادي الاهلي. ما بيتبعتلوش يقول له غير فلان وما تغيرش فلان، ما بيتحطلوش تشكيل ويقول له انزل بالتشكيل ده. عمرها ما بتحصل. عمرها ما بتحصل، انت مسؤول عن اختياراتك، وفي نفس الوقت هناك حاجه اسمها حساب اخر السنه. نصرتي المدير الفني السابق للنادي الاهلي، ايه اللي حصل السنه اللي فاتت؟ اتغلب وطلع من البطوله الافريقيه السنه اللي فاتت، وفي نهايه الموسم خد الدوري، بعد اخر مباراه في الدوري وخروجه من الكاس، الناس ربطت ان هو خرج من الكاس فبالتالي النادي الاهلي مشاه، لا. خروجه من الكاس ده معناه ان الموسم انتهى. ان الموسم انتهى خلاص السنه اللي فاتت. فده وقت الحساب داخل النادي الاهلي، ان الموسم انتهى. النادي الاهلي ما بيغيرش في وسط الموسم الا لو ايه اللي حصل، لو حصلت حاجه كبيره يعني تخليه يغير. لكن لاسارتي خد الدوري وبيلعب مباراه في الكاس، لو كان كسبها كان هيكمل لغايه لما يخرج او ياخد البطوله وبعد كده يتم حسابه. فاخر مباراه في الكاس امام بيراميدز خسر، طلع، فبالتالي الموسم بتاعه انتهى. تم تقييمه، لقوا ان هو لا يعني خسر بطولتين وخد بطوله، وبالتالي تم توجيه الشكر لمارتن لاسارتي. الناس قالت لك اصله مشوه في نص موسم. ايه اللي مشوه فيه؟ نص موسم ايه اللي مشوه فيه وعملوه؟ النادي الاهلي ممكن يعني ما فيش مشكله، لانه في حاجات بتبقى خارجه عن ارادتك بكتير. هنا بيتدخل الحس الاداري والحس الفني اللي موجود في المشرف على الكره كابتن خطيب وعلى لجنه التخطيط. لكن اللي بيحصل في الانديه او في انديه تانية ما بيبقاش عندنا، ما بيحصلش. الفتره اللي فاتت تحديدا الفريق ماشي بشكل جيد في الدوري وفي البطوله الافريقيه. البعض كان بيصور للناس ان الفرقه ماشي، الاداء مش هو نفس اداء الدوري، والراجل وضح الموضوع ده، مستر فايلر وضح الموضوع ده بشكل ممتاز الحقيقه وبمنتهى الصراحه. بيعجبني جدا انا فايلر في تعليقاته. مستر فايلر قال ايه؟ قال لك يا جماعه انا المنافس بتاعي في الدوري المصري منافس محلي، لكن انا بلعب ابطال البلاد اللي انا في البطوله الافريقيه، ابطال الدوري في البطوله الافريقيه. اقوى فريق في كل بلد، وبالتالي شكل الاداء بيبقى متغير، ده طبيعي. لكن انت لو حسبت نتائج النادي الاهلي، النادي الاهلي اتغلب ماتش، كسب ثلاثة، اتعادل مباراتين في الست مباريات اللي لعبهم. اتغلب المباراة الأولى بفعل فعل أمام النجم الساحلي، وبعدين كسب النجم الساحلي وكسب بلاتينيوم وكسب الهلال على أرضه، وتعادل مع الهلال ومع بلاتينيوم بره أرضه. إذا نظرت للي بيحصل هتلاقي لأ، إن النادي الأهلي ماشي بخطى مش ممتازة، مش زي الدوري، ولكن جيدة في البطولة الأفريقية. كل ما هيرتفع أو كل ما هترتفع نسق المنافسات هتلاقي نسق اللاعبين بيرتفع في البطولة الأفريقية يعني. لأنه الدوري زي ما حضرتك شفت ثلاث أربع مباريات نادي الأهلي كسب بأقل مجهود. بأقل مجهود، أنا بتكلم مع حضراتكم بمنتهى الصراحة، بأقل مجهود. المباراة اللي فاتت كل ما بتقرب من بطولة أو مباراة صعبة أو كذا أو كذا بتلاقي لعيبة النادي الأهلي الحماسه اللي جواهم بتزيد، كل لاعب من اللاعبين اللي موجودين عايز يلعب، فبالتالي بيطلع احسن حاجه عنده علشان يلعب مباراه الزمالك في السوبر، عشان يلعب مباراه المصري ويكسب، عشان يلعب مباراه الطلائع ويكسب، عشان يلعب السوبر الزمالك في السوبر والزمالك في الدوري وسان داونز. فبتلاقوا نسق اللاعبين ارتفع. وهي دي كره القدم بالمناسبه. هي دي كره القدم. النادي الاهلي في البطوله الافريقيه جمع 11 بونت، 11 نقطه. ال 11 نقطه دول في انديه
في بلاد اخرى، عشان بس ما الناس هنا حساسه جدا وبتاخد الكلام على نفسها كتير، لكن ماشي. لكن في انديه جمعت نقاط اقل من النادي الاهلي بكتير وصعدت. فالحقيقه لما تيجي تدور على الموضوع هتلاقي ان ايه يا جماعه، ايه المشاكل اللي بتحصل، في ايه المشاكل، ايه الموضوع، ايه الموضوع يا اسلام، محدش عارف. حضرتك بتقول ايه؟ مره يقول لك حسام عاشور، ومره يقول لك شريف اكرامي، ومره يقول لك وليد سليمان، ومره يقول لك احمد فتحي، وتطلع قصص وحكايات وروايات. قبل كده بعض من جمهور النادي الاهلي كلمني، الناس اللي بتكلمني يعني كلموني قالوا لي يا كابتن هو الراجل اتخانق مع كهربا؟ قلت لهم مش عارف، هشوف وهقول لكم، بس انا ما توق يعني لا اتخيل ان يحدث هذا في النادي الاهلي. ف عرفت، حاولت اعرف ايه الموضوع، مفيش حاجه. ده بمناسبه التجميد، النهارده برضو ريني فايلر وقف مع كهربا كتير، ما اعرفش بقى هيجمده ولا هيعمل فيه ايه بقى، مش عارف الحقيقه، انا مش عارف اقول ايه. يعني برضو النهارده كان واضح، من الواضح ان هناك بعض الامور اللي هتحصل او اللي بيقولها ريني فايلر لبعض اللاعبين اللي ممكن يعتمد عليهم الفتره القادمه. ممكن كهربا يلعب، ممكن ما يلعبش، ما اعرفش، في مباراه المصري بكره. فالموضوع بالنسبه لنا يا جماعه هو في ايه اللي بيحصل، هو ليه النادي الاهلي بيتحارب الحرب دي؟ المصري بعد بكره، انا اسف، يوم الجمعه، انا فاكر ان النهارده الخميس، معلش. ف ليه النادي الاهلي بيتحارب المحاربه دي؟ هو النادي الاهلي ذنبه ان هو كسب 14 مباراه وعنده 42 نقطة؟ مش ذنبي بالمناسبة، أنا بلعب وبجتهد وبكسب، هي دي كرة القدم. لكن إن أنت تلف 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 عشان تروح تقول إن تصدير المشاكل، تصدير المشاكل ده مشكلة كبيرة جدا بتحصل خلال هذه الفترة وخلال الفترات المهمة اللي بتحصل. وبعدين برضو أنا بحب النادي الأهلي وبشجع النادي الأهلي، أي مشجع أهلاوي كده. هل يجب علينا أن احنا نتمنى لأي نادي آخر، لأي نادي آخر سواء جوه مصر أو بره مصر، أن هو يكسب؟ يعني أنا واحد من الناس ما بشغلش دماغي كتير بالمواضيع دي، في ساعات ببقى عايز اي نادي بيلعب يكسب، كلنا مصريين وكذا وكذا وكذا، ولكن في النهايه طالما النادي الاهلي بعيد عن هذه الامور خلاص ما يهمنيش، اللي يكسب يكسب واللي يتغلب يتغلب، ما عنديش اي مشكله مع حد. يعني الامور دي لما بتخش في وسط الجمهور الحقيقه، وانا بقعد كتير مع جمهور من النادي الاهلي او كتير من اللي بيشجعوا النادي الاهلي، ومش بيشجعوه بس، يعني بيحبوا النادي الاهلي، حياتهم النادي الاهلي، اخبار النادي الاهلي دي بالنسبه لهم، قناه النادي الاهلي بالنسبه لهم دي مفتوحه ليل نهار. لما باجي اسالهم كده بيقول لك يا جماعه، اقول لهم يعني انتوا، هل انتوا تتمنوا اي نادي اخر يكسب بطوله، يكسب ماتش، يكسب كذا؟ بيقولوا لي يا كابتن يعني احنا ما بنشغلش بالنا، اللي يكسب يكسب واللي يخسر يخسر، المهم الاهلي يكسب. المهم انا بالنسبه لي ان الاهلي يكسب. الاهلي يكسب البطوله الافريقيه، الاهلي يكسب الدوري، الاهلي يكسب الكاس، الاهلي يكسب السوبر المصري، يكسب السوبر الافريقي لو هيلعب، هو ده اللي يهمني كاهلاوي، ما يهمنيش حاجه تانية بصراحه، ما يهمنيش حاجه تانية. وانا هنا انا بقى بصفتي كاسلام بشتغل في قناه النادي الاهلي، مش بشتغل في قناه اخرى. لو قناه عامه اوكي ممكن الواحد يقول كذا وكذا، لكن قناه النادي الاهلي انت دايما بتتكلم في حب النادي الاهلي وفي مشاكل النادي الاهلي واللي بيحصل، وبترد عن هذه المشاكل. فانا الحقيقه برضو امور كثيره جدا بتحصل خلال اليومين ثلاثه اللي فاتوا، هي حاجات بسيطه جدا ولكن لازم اقولها لحضراتكم. النهارده ريني فايلر واقف مع شريف اكرامي 10 دقايق ربع ساعه بيتكلم معاه، هل ممكن نشوف شريف اكرامي بيلعب المباراه اللي جايه؟ ممكن، ليه لا؟ ما حدش عارف. النهارده ممكن ما يلعبش، ممكن يبقى بره القايمه، ما حدش عارف. على الجانب الاخر واقف مع كهربا 10 دقائق برضو او 5 6 دقائق مع كهربا،
يمكن بيقول له انا عايزك لو هتلعب ماتش المصري تعمل كذا كذا كذا، او يمكن يقول له انت مش هتلعب ماتش المصري. انا متخيل ان ده الوقفه دي والوقفه دي اتعمل عليهم قصص من ساعه التمرين لغايه دلوقتي، قصص وحكايات وروايات من ساعه التمرين لغايه دلوقتي. لكن اي مدير فني طبيعي من حقه ان هو يقف مع لعيبته، يقف معاهم هنا، يقف معاهم هنا، يقف يقعد معاهم جوه في الاوضه، يتكلم معاهم، يقعد معاهم هنا، دي حاجه هي اللي تخصه. هو عارف هو بيتكلم معاهم ليه وعشان ايه، وعايز يمكن في الملعب عايز يوريهم حاجه، عايز يوريهم طريقه لعب معينه، عايز يقول لكهربا اعمل كذا عشان تلعب، اعمل كذا او هتلعب الماتش الجاي فاعمل كذا. هل ده مش طبيعي يا جماعه اللي انا بقوله ده؟ في مشكله. لكن من الصبح بالليل اصل فايلر وقف مع شريف اكرامي عشان كانوا بيشدوا وشدوا مع بعض بدليل ان شريف مش عارف عمل ايه ببقه وبص الناحيه الثانيه، وقصص وحكايات وروايات. وعلى الجانب الاخر اديكم شفتوا كهربا، هات كهربا تاني والنبي يا ماشي، هات شريف. خلينا شويه، انت شريف عندك الماتيريال دي قد ايه؟ قول لي بس. طيب يعني حضرتك شايف اي ايماءه او اي شيء يدل على ان هناك خناقه ما بين ريني فايلر وشريف اكرامي؟ انا قلت لحضرتك في بدايه كلامي اختيار المدير الفني للنادي الاهلي بيجي وفق اسس معينه، مش بيجي وفق اهواء جماهيريه او اهواء لناس، لا وفق اسس معينه، واحد اتنين تلاته بتنطبق على ريني فايلر، فبالتالي ريني فايلر اصبح مدير فني للنادي الاهلي. فده انطبق على ريني فايلر وبالتالي هو عارف قيمه النادي الاهلي، فكل حاجه هو بيقولها بيقول لك انا عارف قيمه النادي الاهلي، انا عارف جماهيريه النادي الاهلي، انا شايف كل حاجه تخص النادي الاهلي وعارف النادي الاهلي ده ايه، وبالتالي هو عارف قيمه شريف اكرامي. على الجانب الاخر شريف اكرامي ده بقى له كام سنه في النادي الاهلي؟ بقى له 10 12 15 20 مية، ربنا يديله الصحه. هو ما انا لو هتحسب هتحسب، خلي بال حضرتك انت لما تيجي تتكلم عن شريف اكرامي لازم تتكلم عن وحش افريقي شريف، كابتن اكرامي، اكرامي الكبير، تواصل اجيال داخل النادي الاهلي. زي ما في نادي الزمالك مثلا انت بتتكلم على كابتن حماده امام الله يرحمه وكابتن حازم امام، فهي دي الامور اللي احنا بنتكلم فيها. فانت بتتكلم على كابتن من كباتن النادي الاهلي، قال لك اصل شريف بص الناحيه الثانيه وفايلر بص الناحيه الثانيه وبالتالي هم يعني متخانقين مع بعض. اهو بص، هو ده كابتن النادي الاهلي، هي دي كابتن، هو ده النادي الاهلي، صد ضربه الجزاء وكسبنا البطوله، ده السوبر. السوبر كان في الامارات برضو بالمناسبه. فالحقيقه الامور بالنسبه لي بس بتبقى ايه، لان انا ببقى قاعد فجاه بلاقي تك تك تليفونات وعلى السوشيال ميديا وعلى الكلام ده كله، الناس عماله تقول لك ايه اصل شريف كان كابتن باصص الناحيه الثانيه وفايلر باصص كده. طب يعني هم ايه زعلانين من بعض؟ يا عم والله ولا زعلانين ولا حاجه، هو يمكن شريف رقبته مثلا، مثلا يعني انا ما اعرفش، لكن شريف رقبته وجعته فبص كده بيعمل كده مثلا، فقال لك ده شريف عامل كذا. يا جماعه امور طبيعيه، من فضل حضراتكم، انا ما بكلمش جمهور النادي الاهلي، ولكن انا بكلم بعض من لا يشجع النادي الاهلي اللي هم دايما دايما ما بيعملش حاجه في حياته، في حياته لا يتمنى ان يفوز ناديه ولكن يتمنى ان يخسر النادي الاهلي. دي حاجه بالنسبه لي غريبه جدا، حاجه غريبه جدا جدا. هو حضرتك بتتمنى ان النادي الاهلي يخسر؟ ما بتتمناش ان انت تكسب ابدا؟ اللي عايز يكسب يكسب، مفيش مشكله، ولكن المكسب ده ليه اسس وقواعد معينه لازم تمشي عليها. فعشان كده انا دايما بقول لحضراتكم ايه، المواضيع بالنسبه لنا بتبقى بسيطه، احنا ما بنحاولش نكبر المواضيع، احنا دايما لما بنيجي نتكلم بنتكلم كلام منطقي وعاقل، مش بنتكلم كلام عشان الناس تتفرج علينا، لا، احنا عارفين كويس جدا ان جمهور النادي الاهلي بيقعد يتفرج علينا، دي احنا بنبصم عليها بالعشر. وعارفين كويس جدا ان بعض من لا يشجع النادي الاهلي بيقعد يتفرج علينا برضه. ف
فانا بس عايز الفتره اللي جايه، وانا قلت لحضراتكم ان الحلقه اللي فاتت قلت لكم يا جماعه خلينا نبدا من مباراه طلائع الجيش، بعد مباراه طلائع الجيش نتكلم على مباراه المصري، ودايما عايزين نقف ورا فرقتنا، عايزين. وانا شايف ده كويس جدا على كل مواقع التواصل الاجتماعي. الفتره اللي جايه فتره صعبه، لا قدر الله حصل اي حاجه خلال الفتره اللي جايه، جمهور النادي الاهلي هو اللي هيوقف النادي الاهلي تاني. السنه اللي فاتت حصلت معانا مره، اللعيبه رجعت وقفت على رجليها وخدت الدوري، كان بعض الناس تقول لك اصل النادي الاهلي يعني ربنا يكرمه لانه في المنطقه الدافئه فربنا يكرمه ما ينزلش. مش اتقال الكلام ده السنه اللي فاتت ولا ما اتقالش؟ اتقال ولا ما اتقالش؟ اتقال على النادي الاهلي ان هو في المنطقه الدافئه، لكن احنا عمرنا ما بنقول كده ولا هنقول كده، لان احنا عارفين قيمه الانديه كلها. فالنادي الاهلي عايز يكسب مبارياته، عايز يفضل يكسب 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 يكسب، واي فريق تاني ما عنديش اي مشكله معاه بالمناسبه خالص خالص. اللي عايز يكسب يكسب، اللي يقدر يكسب في الملعب يكسب. لكن حضرتك هتصدر لي المشاكل، هتلاقيني برد عليك وهتلاقيني بقول لك عيب اللي انت بتعمله. اذا كنت عايز تتكلم بالمنطق والعقل يعني، فعيب اللي انت بتعمله. اللي انت بتعمله لا يصح، لانه ولا المنطق ولا العقل بيقول ان في حد يتمنى خساره النادي المنافس ليه. طبعا في كتير بيتمنوا خساره المنافس، ولكن انا هكمل الجمله. البعض لا يتمنى، او في ناس دايما لا تتمنى ان انا افوز. يعني واحد ما بيشجعش النادي الاهلي، بيشجع نادي اكس خلاص، ما بيتمناش ان النادي اكس ده يكسب، هو بيتمنى كل امنيته انه يشوف النادي الاهلي خسران ويشوف النادي الاهلي مذلول. معرفش ليه، يعني دي كره قدم ورياضه، كرة قدم ورياضة. فكروا لبعض من لا يشجع النادي الأهلي، فكروا في الكلام ده يا جماعة، فكروا في اللي احنا دايما بنتكلم فيه، مش اللي انا بتكلم فيه، اللي كلنا بنتكلم فيه داخل قناة النادي الأهلي. فالموضوع بالنسبة لنا موضوع بسيط، موضوع مش هنفكر فيه تاني، ولكن احنا دايما بنقول لحضراتكم او بنحط لحضراتكم سبوت على الكلام اللي بيتقال امبارح والنهارده في الوقت اللي احنا ما بنكونش فيه متواجدين على الهواء، على الرغم من الكل هنا الحقيقه في قناه النادي الاهلي بيحاول دايما ان هو يحط الضوء لحضراتكم على كل هذه الامور ومثل هذه الامور، ولكن في النهايه النادي الاهلي يظل كبيرا ويظل دائما لا يلتفت لمثل هذه الصغائر، لانه الطريق احنا ماشيينه، احنا عملنا الطريق. النادي الاهلي عامل الطريق من 1907 بالمناسبه، مش النهارده، من 1907 والنادي الاهلي بيعمل طريقه وبيمشي والكل بيجي وراه، والكل بيجري وراه. أنا آسف، مش بيجي، بيجري وراه. فإن شاء الله كل الأمور دي تعدي. عندنا ماتش مهم جدا جدا يوم الجمعة. الماتش بالمناسبة كان الساعة 7:30، بقى الساعة 8:15، لأن في مباراة نادي الزمالك ضد نادي الترجي في السوبر الإفريقي، وبالتالي تم تأجيل مباراة النادي الأهلي من 7:30 ل8:15 علشان الناس اللي بتتفرج على مباراة الزمالك والترجي يكملوا فرجة والدنيا تمشي. لكن خلينا بقى نروح لمباراة المصري، مباراة مهمة، مباراة صعبة، مباراة فيها شغل كتير جدا 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 هيحصل تكتيكي داخل الملعب، لانه عندك مدير فني اسمه إيهاب جلال، المدير الفني للنادي المصري، استعاد توازنه بعد فترة من التخبط شوية، ولكن هو في البطولة الأفريقية ماشي بشكل جيد. في الدوري الحقيقة نوع من أنواع التخبط أو التذبذب في المستوى. المباراة السابقة الحقيقة فاز على وادي دجلة، وكان هو السبب في إقالة تكيس جونيس المدير الفني لنادي وادي دجلة. والمصري عمل مباراة جيدة، أكيد ريني فايلر اتفرج على هذه المباراة، أكيد هيشوف إيه هي نقاط القوة، نقاط الضعف اللي موجودة في النادي المصري، علشان يقدر يحط التشكيل اللي هو من وجهة نظره شايفه مناسب لهذه المباراة. النادي المصري كان عنده مشاكل وكان عنده بعض الأمور، ولكن مجلس إدارة النادي المصري قال إن هو جدد الثقة في الكابتن إيهاب جلال بعد سلسلة من الإخفاقات داخل الدوري المصري، وكان هناك احتمال إن هو يمشي وحد تاني يجي، والأمور فضلت في هذا الموضوع لغاية مباراة وادي دجلة، وحصلت مصالحة ما بين الكابتن إيهاب. وأنتوا عارفين دايما قبل مباريات الأهلي المصالحات بتحصل، واللعيبة تلاقيها وقفت على رجليها، واللي مصاب بيرجع، والكذا وكذا
كالعاده دي طبيعي، وانا كنت بعمل كده وكل الناس كانت بتعمل كده في مباريات النادي الاهلي او اللي بيلعبوا فيها النادي الاهلي. فالكل راجع، الكل عايز يكسب النادي الاهلي، الكل عايز يوقف مسيره النادي الاهلي الناجحه حتى هذه المباراه. 14 مباراه ب 42 نقطه، النادي المصري اكيد مش عايز النادي الاهلي يصل للنقطه 45 او يصل للنقطه 46، النادي المصري عايز هو اللي يكسب علشان يوقف انتصارات النادي الاهلي ويضع ثلاث نقاط بالنسبه له خلال الفتره القادمه. وفي نفس السياق او على الجانب الاخر، لما تيجي تبص على لعيبه النادي الاهلي حتى في التمرين، الحاجات اللي بنعملها لحضراتكم طوال اليوم وطوال الاسبوع، الحقيقه تمرين النادي الاهلي وناس بتفكر ازاي وناس بتشوف ازاي وبتتكلم ازاي، بيهزروا وبيضحكوا، ولكن هناك نوع من الهزار والضحك اللي بيخليك تبقى دايما مركز، تركيزك دايما في المباراه. النهارده لما ريني فايلر اتسال على مباراه السوبر، قال لهم يا جماعه حضرتك بتتكلمني على مباراه السوبر ليه؟ انا عندي مباراه المصري هي اولا وثانيا وثالثا، اللي هي يوم الجمعه، بعد كده هتكلم معاك على مباراه السوبر. انا ما بفكرش في مباراه السوبر خالص. بيفكر طبعا وشايف هيعمل ايه وعارف هيعمل ايه، ولكن هو اللي يهمه دلوقتي ان هو يلعب مباراه المصري ويكسب الثلاث نقط بتوع المصري وياخد 15 نقطه، 45 نقطه من 15 مباراه، هو ده اللي يهم ريني فايلر دلوقتي. فالنادي الاهلي على الجانب الاخر مركز، شايفين هم بيعملوا ايه، عارفين هم عايزين ايه من مثل هذه المباراه. بعد مباراه النادي المصري الاسبوع اللي بعد كده ان شاء الله هنكون مع حضراتكم وقت، اعتقد وقت اكتر خلال الاسبوع اللي بعد مباراه المصري قبل مباراه نادي الزمالك اللي هتبقى في السوبر اللي هتقام ان شاء الله يوم الخميس، وان شاء الله هيكون معانا تغطيه خاصه لمباراه السوبر، حاجات كتيره جدا وحاجات جميله جدا ان شاء الله هتشوفوها على شاشه قناه النادي الاهلي خلال هذا الاسبوع. طيب خلينا نروح نشوف تقرير عن استعدادات النادي الاهلي لمباراه النادي المصري، وبعد هذا التقرير هستقبل ثلاثه من نجومنا الكبار، النجم الكبير الكابتن عادل طعيمه، النجم الكبير الكابتن ابراهيم عبد الصمد، النجم الكبير الكابتن عادل عبد الرحمن، بعد هذا التقرير عن استعدادات النادي الاهلي. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيوفي ونجومنا الكبار، النجم الكبير الكابتن عادل طعيمه. كابتن عادل ازي حضرتك؟ كابتن اسلام انت ده نورك، الله يخليك يا كابتن. ايضا النجم الكبير كابتن ابراهيم عبد الصمد، مشرف ومنور يا كابتن ابراهيم. شرف لينا يا حبيبي ان احنا موجودين معاك يا حبيبي. شرف ليا. ايضا النجم الكبير كابتن عادل عبد الرحمن، مشرف ومنور يا كابتن عادل. كابتن اسلام مشرف ومنور. ايضا كابتن عادل طعيمه. النهارده كابتن عادل طعيمه وكابتن عادل عبد الرحمن. كابتن عادل عايز اسال حضرتك كمدير فني كبير ولك خبرتك الكبيره في هذا المجال، لما يبقى عندك 3 4 5 6 ماتشات مهمه ورا بعض، المدير الفني مش اللاعبين، المدير الفني بيفكر في مجموع الشهر كله، او بيفكر في المباراه الاهم في الاقل اهميه وكذا وكذا، ولا بيفكر في الماتش اللي عنده اللي جاي واللي بعد كده يخلصه واللي بعده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بدايه اي مدير فني جيد ممتاز بيبدا الكلام ده من بدايه الموسم، ان بيبقى موجود الجدول، ما عندوش ماتش سهل ماتش صعب، كل الماتشات بالنسبه له ثلاث نقاط، بيجيب لعيبه زي ما هو عايز، رؤيته ان انا هلعب بتكتيك معين، فانا بختار اللعيبه. واي نادي محترم دايما بيجي المدير الفني هو اللي بيختار اللعيبه، تلاقي دايما في كل العالم بيختاروا المدير الفني قبل الدوري ما يبدا، حتى نشوف جوارديولا وهو بيدرب برشلونه، بايرن ميونخ بيتعاقد معاه قبل الدوري بسنة. ما يخلص بسنه، فبيجي بيختار اللاعبين وبيبقى حاطط نظام بيمشي عليه، النظام اللي بيمشي عليه عارف ان هو كل اربع ماتشات كل اربع ايام في مباراه. بيحط نظام، النظام ده بيبقى معاه جهاز، الجهاز ده بيحلله الماتشات سواء لفرقته او للفرقه او اخرى، معاه 25 لعيب. المدير الفني اللي هو فعلا بيبقى جيد ويعني القايمه 30 يعني 25 دول بيتقن عمله، كابتن بيتقن عمله، عارف ان هو معاه 25 راجل صحه محتاجهم كلهم، لان وارد جدا في كره القدم ان انا
انذار ثالث، اصابه، اصابه طويله او اصابه بسيطه، كل الامور ديت او هبوط في المستوى، كل الحاجات دي بيبقى عامل حسابه عليها، وبالتالي بيبقى شايف انه بيمشي بنظام معين، ما بيجيش في شهر معين ويبتدي يغير من شغله ومن أيوة. اسلوبه. النظام ده بيحطه من اول الموسم ويفضل عليه لحد نهايه طيب الموسم. حاجه زي مباراه السوبر دي يا كابتن، مباراه جت فجاه مش من اول الموسم، يعني انت مش من اول الموسم عارفين ان النهارده مباراه السوبر هتتلعب يوم 20/2 في الامارات، ده هي جت فجاه من شهر. يعني عندك مباراه المصري بكره، خلينا نتكلم عن النادي الاهلي بقى، عندك مباراه المصري بعد بكره ان شاء الله يوم الجمعه الساعه 8:15، هل هتفكر في مباراه المصري؟ المدير الفني في مثل هذه الحالات بيفكر في المصري والزمالك والسان داونز، ولا بيفكر في المصري بس وبعد كده بيشوف؟ ما ينفعش يا كابتن ان انا عندي ماتش سوبر او ما انا ما افكرش في الدوري، ما هو الدوري ده اللي هينجحني ان انا اخد السوبر. ما انا لو لعبت المصري وانا مركز في ادائي، وده اسلوب النادي الاهلي اللي انت اتربيت عليه وكلنا اتربينا عليه، ان انا بلعب مباراه في الدوري كل تركيزي في ماتش الدوري، خلص ماتش الدوري فرحنا بالليل، تاني يوم الصبح بتمرن علشان الماتش اللي بعديه داخل في مسابقه تانية، المسابقه التانية بقى سوبر، كاس، اي بطوله، انا ببقى اللعيبه مركزه لان انا عارف ان ماتش المصري ده بالنسبه لي قمه دوري، نظام معين انا عامله علشان اعتري النظام الدوري وابقى في المقدمه باستمرار. في المقدمه هخش السوبر وانا واقف على رجليا وبادي الاداء الجيد. الراجل الحقيقه وهو بيشتغل واضح جدا من شغله انه بيتقن عمله جدا، وبيخش من مباراه لمباراه بشكل جيد جدا، من حيث التدوير، من حيث التشكيل من البدايه. لو تفتكر حضرتك احنا هنا كنا قبل ماتش الطلائع وقلنا لحضرتك انه المدير الفني للطلائع هيفاجئ بفرقه تانية خالص، وفعلا اربع تغييرات في المباراه محدش يعملها الا راجل فاهم ان اللعيبه اللي عنده هتلعب بنفس الشكل اللي هو بيطلبه من اللعيبه، ومش هيحصل اي نوع من انواع الهبوط او التغيير او عدم الانسجام. يغير اربع تغييرات، مين كان يفكر ان جيرالدو هيبدا او احمد الشيخ هيبدا او مروان هيقعد ويبقى بره حتى 18 ويبقى اجاير هو اللي بيلعب؟ المدير الفني اللي مش عارف في 18 بس ما نزلش. يعني اللي انا اقصده ايه، انه المدير الفني اللي هيلعب ضدك في ماتش المصري انا اتحداه ان هو يعرف التشكيل اللي الراجل ده هيلعب بيه، ونفس الاداء اللي هيلعب بيه هتبص تلاقيه نفس الاداء. اذا هو كابتن هنتكلم على ماتش المصري، ولكن اذا هو الراجل ما بيفكرش دلوقتي غير في مباراه المصري فقط. المصري طبعا ما بيبقاش عنده سيناريوهات اخرى. هو قاري تاريخ النادي الاهلي كويس، قاريه كويس قوي. وعارف هو اول ما جه النادي الاهلي عارف تاريخ النادي الاهلي، وعارف ان هو بيخش من بطوله لبطوله، ودايما تبص تلاقيه تاني يوم عامل تمرينه وتمرينه قويه يعني، وبعدين اللعيبه اللي هي مش ما لعبتش بياخدوا تمرينه بالليل، يعني الماتش بيخلص الاستاد قبل ما بيقفل بتبص تلاقيه الناس بتشتغل. ايمن اشرف في المباراه السابقه كان خارج ال 18 اتمرن في وقت تسخين الفريق. بعدين الصبح بتلاقي الناس بتوع الاحمال شغالين مع الناس اللي هي ما لعبتش خالص او الناس اللي هي كانت احتياط ولعبت ربع ساعه يبتدي يشتغل عليها. تمام. كابتن ابراهيم برضو هل هرجع لنفس الكلام ولكن بصيغه اخرى، نفس السؤال ولكن بصيغه اخرى، هل هيريح لعيبه معينه عشان مباراه السوبر؟ هل هيعمل حاجه مختلفه عشان مباراه السوبر ولا ايه؟ هو طبعا الكلام اللي بيقوله الكابتن عادل طبعا كلام واضح جدا وجميل، ومستر فايلر من ساعه ما جه وهو حط استراتيجيه جميله للعيبه. اولا هو بيهتم بالناحيه النفسيه جدا للعيبه، وبالتالي اللعيبه اللي ما بتلعبش وبيجي وقتها بتلعب فبتأدي بطريقه جيده جدا، كانهم كانوا موجودين مع الفرقه ومشتركين في كل الماتشات. حته التباديل اللي هو بيعملها الحقيقه مهمه جدا في الفتره دي لتعاقب الماتشات. التركيز على ماتش الدوري 100%، وفي نفس الوقت لو ربنا كرمنا بيريح العناصر اللي هي هيبقى اساسيه في الماتش اللي جاي. اذا يعني هو مفكر، هو ده اللي انا عايز اوصله. اتفضل. هو مفكر في مباراه السوبر. طبعا
ما هي دي مهمه ودي مهمه. يعني في لعيبه مثلا زي كهربا وزي اللعيبه الجديده اللي بتيجي بيعاملها معامله زي ما احنا كنا ماسكين قطاع الناشئين بنعامل الناشئين، بيديهم فتره قليله قبل ما ياخد على الفرقه، وبعدين بعد كده بيديهم فتره اطول، وبعدين بيديهم فتره اطول عشان رجليه تاخد على زمايله والانسجام يبقى واضح. وبالتالي زي ما بيقول الكابتن عادل محدش يعرف هو بيفكر في ايه الماتش اللي جاي، مين اللي هينزل، وبالتالي اللعيبه مجهزه نفسيا انها هتلعب الماتش الجاي، فهو بيفكر في الماتشات كلها. بس في نفس الوقت الماتش المصري مهم جدا بالنسبه لنا ان احنا نكسبه ونفضل مسيرتنا في الدوري قائمه، وفي نفس الوقت بيبقى معاه مش عايز اقول احتياطي، برضه مش عايز اقول احتياطي، البدائل اللي موجوده بره جاهزه في اي وقت انها تشترك، بحيث اللعيبه اللي هو هيلعبها في ماتش السوبر من الاول ممكن يديها فترات راحة أكبر، يعني ممكن يطلعهم وينزل لعيبة من الاحتياطي بحيث ناخد فترات راحة أطول، بحيث يبقى بيفكر في الماتشين. مهم جدا ماتش المصري ومهم جدا ماتش السوبر، كل الماتشات مهمة. وزي ما برضه أنا متفق مع الكابتن عادل، هو عارف تاريخ النادي الأهلي وعارف إن النادي الأهلي بيدخل البطولة عشان يكسبها، فبالتالي ماتش الدوري مهم وماتش السوبر مهم وماتش افريقيا مهم وبطوله افريقيا مهمه، كل الماتشات بتاعه النادي الاهلي مهمه لان عارف ان النادي ده بتاع بطولات، فهو بيفكر في كل الماتشات، انما الماتش المصري دلوقتي هو اللي مهم. وبالتالي في لعيبه بيديها اوقات صغيره اللي هي هتبقى اساسيه في ماتش السوبر، اللعيبه المهمه يعني اللي هي خدت ماتشات كتيره، فممكن يديها فترات في الماتش اللي جاي قليله عشان يستعد الماتش السوبر وياخدوا فتره الراحه المناسبه للماتش المهم بتاع السوبر. تمام كابتن عادل، كميه المباريات المهمه والصعبه، النادي الاهلي دائما لو حتى اول مباراه في الدوري تبقى مهمه وصعبه وعليها ضغوط، ولكن الشهر ده تحديدا جني الثمار زي ما حضراتكم قلتوا قبل كده في امور كثيره، يعني ان شاء الله ربنا يكرمك في الدوري وتكمل بهذا الشكل، في البطوله الافريقيه برضو هتصل لدور ان شاء الله لو ربنا كرمك هتصل لدور الاربعه، عندك بطوله السوبر المصري، وبالتالي شهر مهم شهر صعب. الضغوط اللي موجوده هل بتبقى على المدرب ولا على اللاعبين، ومن وجهه نظرك على انهي اكتر؟ يعني خليني ارجع بس لحاجه مهمه قوي، البدايه انه الجهاز الفني دايما في الفرق الكبيره، مش هتكلم على النادي الاهلي بس، مثلا النادي الاهلي لازم بيبقى عنده مخطط احمال في بدايه الموسم، وهو شغال ومعنده مدرب احمال وعنده المدرب بيعمل استراتيجيه الماتشات كلها على التوازي. يعني بمعنى يعني عاوز اقول لك حاجه، انه في اوقات كتيره قوي في الماتشات المهمه طالما عندك لعيبه كلها متساويه ولعيبه قريبه المستوى، النادي الاهلي كل لعيبته لعيبه كويسه، المفترض ال 25 بتوعك انت بتجيبهم، انت اللي بيبقى بره السكور بيبقى لعيب غالي ولعيب كبير، فعلشان كده تقسيم الدقائق والاحمال هي دي اللي بيشتغل عليها فايلر في الوقت الحالي. بمعنى ايه؟ بمعنى ان ممكن يحسب لك الدقائق، مثلا انت تقدر تلعب 74 دقيقه وده يلعب 36 دقيقه وده يلعب كذا، عشان اوصل لماتش لماتش صن داونز مثلا ان انا هلاعب الاساسيين وهم لاعبين كم دقايق قد ايه، وهي دي المهمه في الوقت الحالي، توزيع الاحمال على الفريق كله، ده من الناحيه البدنيه. الناحيه الفنيه والضغط العصبي، الجهاز الفني بيبقى عامل استراتيجيه بتاعته كامله على خمس ست مباريات يا كابتن اسلام، ولكن في الاخر بيطلع تصريح بايه؟ احنا بنشتغل مباراه لمباراه. التصريح ده بيبقى استهلاكي للاعبين فقط، اللي انت بتقول ايه؟ انا هلعب لماتش المصري، لكن هو بيلعب ماتش المصري بيفكر في الماتشات التانيه، وبيفكر ازاي ان هو يوزع احماله ويوزع كم الجري ويوزع كم اللياقه البدنيه على اللاعبين، وعشان هو عنده كمان لعيبه مميزه. اديك مثال بسيط قوي اتعمل الماتش، والكابتن عادل طعمة قال التغيير اللي عمله فايلر في الاربع مباريات. انت تعرف ان احمد الشيخ كمان بدأ مباريات كتيرة قوي في الأول، وبعدين ريح فترة، وبعدين بيبدأ. يعني أنا متخيل إن أحمد الشيخ من اللعيبة المهمة جدا عند فايلر. ليه؟ لأنه إذا كان هو بيأدي له أداء كويس، وأحمد الشيخ بيأدي، ولكن الأفضل إنه بيريح له لعيبة مهمة كمان، والأفضل إنه بيقسم الأوقات عليه، زي أجاييه. أحيانا أجاييه بيسحبه مرة في وسط المباراة أو في الدقيقة 70،
فهي دي الحاجات المهمه. بس هو السر فايلر اللي انا معجب يعني فيها انه هو بيتكلم على مباراه ومباراه، وهو عمل استراتيجيه خمس مباريات. ده انا كان قصدي من الاول بقى. هو بيعمل استراتيجيه خمس مباريات خلاص، يعني هو عارف. متفقين ان هو عامل الاستراتيجيه. اهم ما عنده وهو فكر مدرب البطوله الاهم، هو بيبقى عامل حسابه. ولكن ليه الكلام مع لعيبته؟ علشان اللعيبه ما تفكش بلغه الكوره، ان هو بيتكلم بيقول مباراه 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 مباراه، دي للعيبه فقط. لكن للجهاز الفني لا، انت بتشتغل على حقبه حقبه او اربع مباريات اربع مباريات. ولو انت عندك مخطط احمال او عندك مدرب احمال جيد جدا، هو اللي بيريحك، اللي هو الاستشفاء في المباريات دي. يعني مش المهم الناحيه الفنيه ولا البدنيه، المهم الاستشفاء يا كابتن اسلام ما بين مباراه ومباراه. ازاي ترجع لعيبتك؟ عشان هتلعب يعني في جهد كبير. يعني المصري الجهد بتاعه مش زي جهد صن داونز طبعا في المباراه. طبعا الاستشفاء بتاعت دي غير دي. فانت بتعمل الاستراتيجيه بتاعتك بالكيلومتر وبالامتار. دلوقتي دي بتوصل الاستشفاء في السبعينات والثمانينات كانت بتبقى 72 ساعه، لكن في الوقت الحالي انت 18 ساعه انت تقدر تلعب مباراه. يعني ليفربول بيقدر يلعب مباراه بعد 23 او 24 ساعه او 32 ساعه. فالحاجات دي كلها مهمه جدا. المفترض انه احنا عندنا جهاز كبير، واحنا النادي الاهلي وعندنا لعيبه كويسه، ممكن تقسم بينهم، مش هيبقى في تفاوت في المستوى. يعني احنا ممكن نعمل بقى دوري في التنس كمان. لا دي اصل اللعبه دي بالذات بتزود المهارات الفنيه بتاعت اللعيبه والانسجام بين اللعيبه. يعني مهم برضه. يعني بص بيعملوا ثلاث لمسات، ما فيش لعيب مثلا بتجيله الكوره بيروح معديها الشبكه. لا ده اجباري ثلاث لمسات. يعني ثلاث لعيبه لازم تفوت على الثلاث لعيبه، فدي بتزود المهارات الاساسيه بتاعتهم. ده بيلعبها بصدره، ده بيلعبها بجنب رجله، ده بيلعبها بدماغه. جميله، لعبه جميله جدا. وفتره للخروج عن المنافسات بالظبط كده. اولا بيعتبروها فتره ترفيهيه، بس في نفس الوقت مهمه جدا. انها بتخرجهم على الضغوط العصبيه. يعني تمام كابتن عادل، عندنا دلوقتي ثلاث مهاجمين، اليوباجي ومروان محسن وجونيور اجايه. طريقه التعامل بقى خلال الفتره القادمه مع الثلاث لاعبين من وجهه نظرك؟ يعني كل مباراه بيبقى ليها جنودها. ومعلش هم كلهم تقريبا بداوا اساسي فيما عدا بادجي لسه ما بداش اساسي. يعني زي ما قال الكابتن ابراهيم، هو الراجل ولاده النجم. كهرباء لعيب دولي ولعب ماتشات وجاب بطولات بيتعامل معاه ازاي؟ ابتدى 10 دقائق في ربع ساعه في هاف تايم، وكل ما ينزل يروح جايب جول او جولين. هل بيلعبوا الماتش اللي بعديه؟ برضه واحده واحده لحد لما. وبعدين امبارح او النهارده واقف معاه بيتكلم معاه فتره طويله. هنتكلم عن النقط دي تحديدا، ولكن انا بتكلم على الثلاث لاعبين. انا بتكلم على فكر الراجل بيعمل ايه. النهارده بادجي كان عنده ظروف الباسبور، طبعا ما يقدرش ان هو يحطه من ضمن ال 18. ف بالنسبه لمروان، بالنسبه لمروان كان هربان. اتقال انه كان هربان. شوف يا كابتن، اصل انا في حاجات انا قلت لازم اتكلم فيها. يعني النهارده لما يكون في الشناوي موجود، والشناوي احسن جول في مصر وفي افريقيا، وبعدين كل يوم نسمع كلام ان شريف مش عارف مين رايح فين، وعلي لطفي رايح فين، ووليد سليمان مش عارف افريقيا ايه. انت داخل على دوري تصفيات افريقيا، داخل على مرحله قويه جدا. لمصلحه مين الضغط ده؟ ان اللعيبه مين اللي هيمشي دلوقتي؟ هو في لعيب من حقه انه يمشي دلوقتي؟ شريف هيمشي، علي لطفي، وليد جاله عرض، وبعدين الراجل يطلع يكذب، هو النادي الاهلي قال ان في عروض. القصه دي طبعا يعني صعبه شويه. انما بالنسبه لسؤالك، الراجل يحير اي حد، حتى اللي عمرهم كله بيشتغل في التدريب. الراجل فكره النهارده مباراه المصري، عارف ان هو في بعض الاماكن مش موجوده. الباك ليفت بهاء مجدي اعتقد انه عنده اصابه. في خط الظهر في بعض المشاكل في خط الظهر، وارد جدا انه يبقى مروان ويبقى اجاييه على الطرف، وارد. وارد ان هو يبدا بكهرباء، وارد. هيبدا ان كان مريح مروان، ممكن جدا الماتش ده محتاج مروان وفتره من الفترات يبتدي يدفع ببادجي. ف
فالراجل بيقرا الفرقه كويس قوي، ومعاه طبعا مخططين الاحمال والرائع الناس اللي هي بتعمل عمليه التحليل للفرق الاخرى، مش لينا احنا بس، لينا احنا بس، بيقطع وبيعرض على اللعيبه. شفت انت النهارده الكره ديت وانت عامل الانفراد ضيعتها يا مروان بالشكل ده، طب انت لو استنيت عليها، انت الماتش اللي قبليه انت في كوره جات لك رحت مستني عليها ورحت حاططها، طب ليه الكوره دي انت ما استنيتش عليها؟ فده بالنسبه للتحليل. بالنسبه للفرقه الاخرى، عارف طبعا النادي المصري في مشاكل في خط الظهر وفي حراسه المرمى، واعتقد انه عمليه التسديد جابت مفعولها في الفترات اللي فاتت، وشفنا عمرو السوليه بيجيب جول ولا اروع من 40 متر. فطبعا بالثلاث مهاجمين اللي حضرتك تفضلت بيهم، الى جانب طبعا كهربا، انه ممكن جدا كهربا احيانا بيدفع بيه كراس حربه. فزي ما انا قلت قبل كده انه الراجل ممكن يحير اي حد، لانه الجهاز اللي معاه لكل مباراه ليها الجنود بتاعتها. تمام، كهربا يبدا بقى ياخد ماتشات يا كابتن ابراهيم ولا لسه منتظر شويه؟ لا، كهربا هو زي ما يعني يبدا من البدايه يعني. هو الراجل بياخد، مستر فايلر بياخد خطوه خطوه يعني، بيعامل اللعيبه، بيديله فتره صغيره برضو. اللعب في النادي الاهلي غير لعب في اي نادي تاني، كميه الضغوط اللي بتبقى على اللعيبه بتبقى عاليه جدا. اولا النادي الاهلي لازم يكسب، ضغوط من الجمهور، ضغوط من عايز ينزل يثبت نفسه، فبالتالي الراجل عارف القصه دي بالظبط، فبالتالي ما بيغامرش وما بيخاطرش باللعيبه. ممكن لو نزله في ماتش من البدايه وما وفقش يبقى احنا خسرنا لعيب كويس قوي. فهو بيديله بالتدريج يعني، جهابه بيديله بالتدريج. وهو الحقيقه جهابه من النوع اللي هو فعلا مقاتل، بينزل الفتره الصغيره اللي هو بينزلها بيأدي فيها اداء اكثر من رائع، وبيجيب اجوان وبيعمل اسيست للاجوان، مزعج لاي خط دفاع. الراجل بيبقى ما بيخاطرش باللعيبه، سواء كهربا سواء بادجي سواء كلهم بيديهم اوقات صغيره يعني. كل الناس لما جت بيديها اوقات صغيره، ولما رجليها بتبقى تجمد في الملعب وبتاخد على اللعيبه، بتظهر مواهبهم وبتظهر امكانياتهم اكتر من اللي احنا متوقعينه. فكهربا ممكن ياخد دلوقتي، ممكن ياخد شوط دلوقتي من البدايه، ممكن ياخد شوط الثاني من البدايه بالتدريج يعني، انما من بدايه الماتش لا، ما يحملوش بدايه الماتش. تمام كابتن عادل، قبل ما اطلع اشوف التقرير عايز اسال حضرتك، احنا هنعتبر او مش احنا هنعتبر، الارقام هتعتبر ان النادي الاهلي هو بطل الشتاء، بمعنى تقريبا كل المباريات اللي لعبها في الدوري العام المصري او حتى في البطوله الافريقيه ادى فيها بشكل هناك في البطوله الافريقيه شكل وفي الدوري شكل، ولكن النتائج ككل بنعتبر النادي الاهلي هو بطل الشتاء. ليه دايما النادي الاهلي كده؟ ليه دايما النادي الاهلي هو بطل الشتاء؟ خلينا نتكلم على هذا الموسم. ايه اللي حصل؟ ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيخلي النادي الاهلي يصل لهذه الارقام؟ يعني اكيد انت شفت البدايه الموفقه للنادي الاهلي في بدايه الدوري مع فايلر، اكيد جهد كويس مشكورا عليه اللعيبه كمان يعني. اللعيبه الاحساس بتاع الحماس السنه دي عن السنين اللي فاتت يعني، السنه اللي فاتت بالذات كمان، يمكن انت شفت اداء متميز من جميع اللاعبين. انت بتيجي في كابتن اسلام في مباراه بتلاقي عندك، ودي بتبقى احيانا مش كتيره يعني، بتلاقي عندك 7-8 لعيبه في حالتهم النهارده يعني. النادي الاهلي في المباريات اللي فاتت دي كلها اكتر لاعبين عندهم يعني، اكتر فرقه فيها استقرار، لاعبين عندهم تميز في الاداء في الفتره دي. علشان كده انا بقول لك ان لما يكون الاهلي بطل الشتاء ده حاجه عاديه بالنسبه له، لانه عنده مجموعه لاعبين افضل لعيبه في مصر، لازم نعترف بكده، دي رقم واحد. عندهم اداره يعني اداره النادي الاهلي معروفه طول عمرها بتدي للمدرب كل الصلاحيات انه بتشتغل، المدرب ما معلوش اي ضغط خالص من الناحيه الاداريه، علشان كده في استقرار عنده فبيأدي باداء متميز. فايلر ممكن تقول يعني الكلام اللي بيتكلموه الناس ان احنا مش كويسين في افريقيا ولكن كويسين في الدوري، اقدر اقول لك انت كمان كويس في افريقيا، انت واصل هتلعب سان داونز في دور الثمانيه، دي رقم واحد. رقم اثنين انت لعبت المجموعات، حتى تصنيف المباريات اللي انت لعبتها او شكل المباريات اللي انت لعبتها، ماتش النجم
انت اتغلبت هناك في النجم فعل فعل، انت كسبت النجم هنا، كسبت الـ الـ الهلال هنا، مباراه الهلال مباراه بلاتينيوم مباراه الهلال ما كانتش، انت بتلعب بره والسودان، والسودان النور والحاجات بتاع الاضواء، احنا لعبنا في الملعب ده كتير قوي وعارفين، وانت شفته اكيد ولعبت فيه، فانت شايف المعاناه اللي فيه. وبعدين المباراه كانت مشدود، بلاتينيوم اقدر اقول لك المباراه الوحيده اللي انت ادائك كان وحش، ولكن انت في جميع المباريات انت الفول مارك عندك في الدوري، يمكن انت ما عملتهاش الا 2004 بتاعي مع مانو الجوزيه او 2006، انك وصلت ل 17 مباراه، انت واصل ل 14 مباراه. وحاجه تانية مهمه، النادي الاهلي بيكسب بدون عناء، ودي حاجه مهمه جدا ما شاء الله، يعني المكسب اللي بدون عناء ده بيديك كمان بيريحك للمباراه الثانيه، بمعنى انك انت بتحسم المباراه بدري فكمل جري في الاخر ما بيبقاش كتير يعني. ولكن هو النادي الاهلي فعلا استعداداته اللي خليته ان هو يبقى بطل الشتاء زي ما احنا اتكلمنا فيه. والمهم بقى الجاني الثمار اللي احنا اتكلمنا فيها يا كابتن اسلام، في احيانا ده تمهيد للنهايه، النهايه مهمه عندنا، النهايه المهمه بالنسبه لنا احنا في الوقت الحالي ان مباراه سان داونز، نخرج من مباراه سان داونز ان شاء الله الاولى بهدفنا، والثانيه علشان نبقى جنينة ثمار الشتاء فعلا، وبعدين ندخل على منطقه الحفاظ بقى او وقت الحفاظ على البطولات وجني الثمار ان شاء الله. خلينا نطلع نشوف تقرير عن الاهلي بطل الشتاء وبعض الارقام القياسيه الخاصه بالنادي الاهلي في هذا الدوري حتى الان، نطلع نشوف هذا التقرير وبعد التقرير فاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن عادل، ريني فايلر، هل حضرتك شايف او من الممكن ان نرى مفاجآت في مباراه بكره او خلال الاسبوع الشهر ده بالكامل ولا لا؟ انا متوقع كل تشكيل، يعني متوقع زي ما قلت لحضرتك قبل ماتش الطلائع ان الراجل المدير الفني المقابل المنافس مش عارف تشكيل النادي الاهلي، تمام، سواء في خط الظهر او في وسط الملعب او في المهاجمين. برضو اضافه للسؤال كباتن كابتن ابراهيم وكابتن عادل، في حاجه يا كابتن دي بقى بتاعت ربنا مش بتاعت حد، اسمها القبول. فالراجل لما بيجي في حصل كيمياء ما بينه وبين اللعيبه، في قبول من اول ماتش في افريقيا ثم رجعت على السوبر بعدها بثلاث ايام. لو تفتكر احنا كلنا قلنا ان الراجل هيبقى 70 و80 70 و30 و80 و20، الولاد حبوا قوي الراجل ده نتيجه التعامل بتاعه، والقبول ده ما كانش فات اسبوع او 10 ايام. فالحته دي القبول ده دي حاجه بتاعت ربنا بقى، واحد يحب واحد كده مش عارف هو بيحبه ليه. فالقبول ده لما يبقى موجود زي مانو جوزيه لما جه، واللعيبه كانت متقبله جدا وكانت بيدفعها من بطوله لبطوله. الراجل ده هتفضل اربع خمس ماتشات اللي جايين زي ما قالوا الكباتن، هتبص تلاقي في كل مباراه بيلعب في ال 12 واحد الموجودين، وليد سليمان بيدفعه في توقيت معين في الدقيقه 62، كهربا بينزله اخر ربع ساعه، او زي ما قال كابتن ابراهيم بينزله اخر ربع ساعه بحيث ان النتيجه تبقى كسبان، فبينزله وهو ما عليهوش ضغوط، وفي نفس الوقت لواجبات معينه تبص تلاقي المساعد بتاعه ماسك اللوحه وعمال يقول له انت هتجري هنا وهتعمل هنا وهتضم هنا، وكل الامور دي اللي احنا بنشوفها في اوروبا الراجل بيطبقها عندنا في الملاعب المصريه. كل ماتش هتبص تلاقي الماتش الجاي بعد بكره ايهاب جلال مش عارف الراجل ده هيبدا بمين، وانا وانت وكلنا مش عارفين هيبدا بمين، هل هيلعب بجيرالدو واحمد الشيخ ولا هيعمل تشكيله ثانيه، يدفع بحسين الشحات، وارد جدا انه يبدا بحسين الشحات لانه هم ريحوا الماتش اللي فات، وهكذا هتبص تلاقي الراجل بيلعب في ال 12 واحد اللي هم في الثلث الاخراني. قفشه ما اعتقدش انه يلعب الماتش اللي جاي لانه كان الماتش اللي فات برضه كان فيه شويه ملاحظات، فالملاحظات دي ممكن جدا يبقى فيها نوع من اما بيريحوا علشان حاجه، يا اما بيبقى فيه نوع من انواع عدم تنفيذ واجبات او استهتار في بعض الكور اللي هي كان ممكن جدا النتيجه تبقى مش في صالحنا. الراجل الحقيقه زي ما انا بقول في قبول، في عدل، في انضباط، بيحط ساعه، الساعه دي محطوطه، اللي هيجي متاخر دقيقه الراجل مساعد واقف بالورقه والقلم، الانضباط، العدل بين اللعيبه،
التجهيز اللعيبه زي ما قال كابتن ابراهيم، كل اللعيبه عارفه ان الراجل ده عنده مقياس في 95% من العدل. العدل الرباني ده 100%، لكن العدل البني ادمين بيبقى مفيش يعني حد عنده الكمال الا ربنا سبحانه وتعالى. وبالتالي الراجل ده ماشي بخطى ممتازه، وان شاء الله ربنا يكملها. وان شاء الله الماتش اللي جاي افكرك انه هتبص تلاقي التشكيله اللي لعب بيها ماتش الطلائع هتبقى مختلفه خالص. تمام. برضو يا كابتن ابراهيم، تبديلاته وخروج اللاعبين اثناء المباراه وقبل المباراه، بمعنى ان هو مثلا المباراه السابقه خرج ايمن اشرف واليوباجي، المباراه اللي قبلها كان جيرالدو واحمد الشيخ وكذا كانوا بره، هل دي طريقه تعامل نفسي ولا من وجهه نظرك؟ لا، هو بيخلي كل اللعيبه ستاند باي انهم هيلعبوا. هو عنده المقضيه دي انه بيتعامل مع اللعيبه بالقصه دي. اللعيبه وهم شايفين انهم في فترات بيلعبوا، فبالتالي بيبقى جاهزين في اي وقت وبيأدوا تمريناتهم بالجهد العالي جدا، عشان عارفين ان الراجل في اي وقت ممكن يلعبهم. المجموعه اللي قاعده مع المدربين المساعدين اللي معاهم، اللي معاه لابتوب واللي معاه ورقه وقلم، كل واحد بيبقى ليه وظيفه في الملعب. يعني في اللي معاه اللابتوب ده بيشوف التحركات بتاعه الفريق المنافس، وممكن مين من اللعيبه اللي قاعدين بره هو ممكن اللي يتغلب عليها. يعني مثلا لو في باك يمين مثلا قليل في الفرقه اللي ضدنا، يبقى محتاج واحد سريع ممكن يلعبه جناح، وبالتالي الشوط الثاني التغييرات بتاعته تبقى جاهزه. وليد سليمان في الدقيقه مثلا 70 ينزل عشان يعمل لنا حاجه معينه. حته التغييرات دي حتى تلاقيه دايما بيتكلم مع المساعدين بتوعه اللي ماسك ورقه واللي ماسك لابتوب، يجي جنبيهم قبل ما يعمل التغييرات، يروحوا الثلاثه واقفين مع بعض وبيتكلموا عشان التغييرات تبقى مناسبه. وبالتالي اللعيبه زي ما برضو انا متفق مع الكابتن عادل في اللي هو بيقوله، الكيمياء بتاعت المدرب مع اللعيبه بقى فيها انسجام كامل، وبالتالي اللعيبه لما بينزلوا يأدوا اولا بيحبوا المدرب، والاداء بتاعهم بيبقى فيه متعه وما بيحطهمش تحت ضغط، وتلاقيه هو هادي من بره. كل ما المدرب بيبقى هادي من بره كمان اللعيبه بتاعته بتبقى هاديه، وبينفذوا له اللي هو عايز اللي عايزه بهدوء شديد، وبالتالي التغييرات بتاعته بتبقى موفقه نظرا للمساعدين بتوعه بيمدوه بكل الخطوات اللي هو عايزها ومواطن الضعف والقوه. يعني ممكن في مواطن قوه عندهم يبقى لازم في حد من اللي قاعدين بره ينزل عشان مواطن القوه عندهم دي نحد من خطرها. في عندهم مواطن ضعف، في حد عندنا من اللي قاعدين بره ممكن نستغله عشان هو نستغل مواطن الضعف عندهم. وبالتالي انت بتلاقي دايما الشوط الثاني التغييرات بتاعته مؤثره جدا على الفرقه، وبتجيب نتيجه ممتازه جدا في الشوط الثاني. والدليل ان احنا بنجيب اجوان في الدقائق الاخرانيه كتير جدا. عدد الاجوان اللي بنجيبها في الشوط الثاني او في الجزء الاخير من الشوط الثاني كتير جدا نظرا للتغييرات الموفقه اللي هو بيعملها. فتمنياتي طبعا الماتشات اللي جايه يبقى موفق، ويبقى اللعيبه تأدي له الغرض منها عشان نقدر نحقق باذن الله البطولات القادمه، وخاصه زي ما قال الكابتن عادل عبد الرحمن الفتره اللي جايه اللي هي الحصاد ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. كابتن عادل، انا مركز النهارده اكتر على فايلر وعلى طبيعته وعلى اللاعبين. البعض بيرى ان هدوء فايلر خارج المباراه بيؤثر بالسلب شويه على اللاعبين داخل الملعب، ايه رايك في هذا الموضوع؟ لا طبعا، يا حته التطبع اللعيبه بالمدرب دي خلي بالك مش مجديه قوي في الوقت ده، لان احنا محترفين. بمعنى حتى كمان يعني حته في ناس تقول لك ايه، اصل ما في لعيبه بتقعد، في مدربين يعني او مديرين فنيين تلاقي ايه بيذيعوا المباراه، متعصب، لو بيعصب اللعيبه كده لغايه مع اللعيبه ويرجع مع مش عارف ايه، وبعدين ياخد خطوه وبعدين يخبط على الارض ويعمل مش عارف. على فكره ده مش موجوده ابو كباتن، لكن ده موجود صح، موجوده صح. بس انا عاوز اسال سؤال، هل اللعيبه وانت يعني الكباتن الكبار بتوعنا وانت كابتن اسلام كنا بنلعب، هل انت بتبقى شايف المدرب قوي وانت جوه الملعب؟ انا واحد من الناس خالص ما بتشوفوش. انت هتشوفه في ايه يعني؟ المشكله انك انت بتاخد مهام،
هو بيديك مهام المدرب. احنا بنزود في مصر ويمكن العالم، عشان كده بسال السؤال ده تحديدا. العالم الثالث في الكوره دايما بيزودوا الموضوع المدرب على فكره، ودي حاجه يعني مثلا يقول لك ايه، يقول لك المدرب تدخل في الوقت الثانيه اللي كذا فعمل تغييره وادى واحد ناحيه اليمين جيبه وهو واقف فشال ايده من جيبه اليمين، فدي طريق والله لا فهو مرعوب. عندك حق ويقول لك مدرب مرعوب طول الوقت ومدرب قوي ده شخصيته قويه. لا هو بص، هو فايلر مش هادي الهدوء اللي الناس متخيلاه. يعني هو الراجل بيدي مهام للعيبه وعنده ناس بتدون زي ما الكابتن ابراهيم قال، عنده ناس بتدون وعنده ناس كل واحد بيتكلم في النقطه اللي هو شغال فيها. فهو ما ينفعش ان هو يجهد نفسه كمان في كده، مش هيعرف يفكر. المدرب اللي بيقعد يزعق وبيشتغل الشغل ده على الخط ده ما بيجيبش بطوله، ده بيحسن النتيجه لانه بيعتمد على الحماس. اصل انت عاوز توصل للعيبتك الحماس بس، لا انا بتكلم على الفنيات بس. هي المهم في فايلر بقى حاجه مهمه انا شايفها فيه، انه ما بيلعبش الا بطريقته هو، هو ما بيبصش على الفرق. يمكن النادي الاهلي السنه دي بيتميز بدي. لا بيبص وفايلر لا هقول لك ما بيبصش ازاي من وجهه نظري. انا مش قصدي ان هو مش بيبص على الفرق ويقول، هو عنده جهاز كبير بيكلمه على الباك رايت ده بيعمل ايه وعلى الباك ليفت ده بيعمل ايه في طريقته لا عشان الفريق اللي قدامه. لا انا بتكلم في حاجه. اتفضل. هو فايلر مش بيلعب 4-2-3-1 دائما وليها مشتقاتها بيه. طبعا حلو طبعا. تمام. في المباريات لما بيجي يلعبها هو النادي الاهلي دايما، ويمكن مانو الجوزيه هو ارسل الموضوع ده في مصر. انا فاكر اللقاء اللي كان معانا كان قطاع الناشئين وعملناه مع مستر مانو الجوزيه، واتكلمنا قلنا له يا مستر مانو اللي احنا بنلعب 4 انت بتلعب 5 ليه يا مستر مانو؟ قال عشان ما اخسرش لعيب عندي اسمه عماد النحاس، ودي مهمه قوي. لكن فايلر انت النادي الاهلي، انا بتكلم على الدوري في مصر، انا مش بتكلم على بطوله افريقيا. يمكن انا عايز اقول لك، يمكن لو مستر فايلر كان عارف اسرار افريقيا قوي في البدايه كان ممكن يغير شويه في طريقه اللعب. يعني بالعكس ده هو لعب بنفس طريقه الدوري، بيلعب بنفس طريقه الدوري. لا ده لعب هناك كمان في النجم الساحلي لو تتذكر، كان عمرو السوليه ومجدي قفشه. ايوه ما هو بيلعب، ما هو عشان كده بقول لك ايه، هو بيبص لفرقته دائما. الفرق الكبيره كده الرد الفعل، انت لو عملت رد فعل الفرقه اقل منك مع احترامي للفرق ايه اللي بيحصل؟ انت مثلا هديك مثال في ماتش حرس الحدود مثلا. ماتش حرس الحدود احنا من البدايه ضيعنا هدف واثنين وثلاثه، الماتش اتقفل لدرجه ان احنا ما جبناش جون الا اخر دقايق. عشان كده انا بقول ها وجون ازاي وجون ازاي شوطة السوليه شوطة وغيرت اتجاهها. عشان كده انا بقول لك النادي الاهلي اللي بيفرض، وفايلر هو اللي بيفرض طريقته على اللعب، بمعنى ان هو بينزل بطريقته. ولكن في دراسه للفرقه طبعا، ما هو معاه جهاز شغال، اصله برضه ده راجل، يعني ده راجل عنده جهاز كبير. الجهاز الفني دلوقتي بيبقى اللي بيدير الفرقه 22 و23 فرد، يعني كل واحد بياخد حته صغيره. انا مش بتكلم عن النادي الاهلي، انا بتكلم على الاجهزه. لكن عنده مدربين كتير وعنده ناس بتشتغل، وهو بيشتغل في الحته بتاعه الكاتشانه علشان يطلع اداء متميز. ولكن هو في الاخر هادي جدا، حته انه هدوءه زي السؤال اللي انت قلته يا كابتن اسلام، هدوءه ده دي الطابع عنده بيخليه يفكر افضل. وهو دايما يمكن السويسريين كده، وشوف جميع مدربين احنا بنتكلم على المنطقه دي بالذات، زي اريكسون كان سويدي برضو كان نفس الشكل ده، جروس لما كان في نادي الزمالك كان في نفس الشكل ده. كل المدربين اللي كانوا بيشتغلوا في الهدوء، اللي هو بيقول لك تدخلي جوه المباراه ما بيبقاش بالصوره اللي الناس متخيلها، ان المدرب بيتدخل فبيقلب الملعب. اللعيبه هي اللي بتقلب الملعب، قدرات اللعيبه، احنا افضل قدرات اللعيبه. عشان كده لما الفرقه، مش النادي الاهلي بس، اي فرقه في الدنيا بتقل لعيبته شويه، شايفين جارديولا دلوقتي في المان سيتي قلت لعيبته شويه، الفرقه راحت فين؟ بعدت عن المنافسه. هي الموضوع مش موضوع ان المدرب بيتدخل بالصوره الجيده اللي احنا بنقول عليها في مصر، انه ده عمل تغييره فقلب الدنيا. بيعمل حاجه كويسه، ولكن مش بالصوره اللي الناس شايفاها ان المدرب بيتحكم 100% في الملعب يعني. طيب خلينا نطلع نشوف تقرير عن اهم ظواهر الدور الاول
اتلعب طبعا في الدوري العام المصري بعد نهايته باستثناء فرقتين او ثلاثه هم اللي ما كملوش كل المباريات، ولكن ظواهر كثيره حدثت. خلينا نطلع نشوف هذا التقرير ونرجع بقى نتكلم عن الدور الاول بالكامل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى كابتن عادل. راي حضرتك في الدور الاول بالكامل بعيد عن النادي الاهلي بقى طبعا. السنه دي الحال في مستويات وخاصه في الثلث الاخراني متقاربه جدا. في سنين كنت تبص تلاقي في الترتيب ال 18 تلاقي عنده بونتين 3 بونت. النهارده نادي مصر عنده 11 بونت 12 نقطه. واللي يعني بنشوفه في يعني في نص الجدول او في الثلث الثاني من الجدول 19 20 يعني هما ماتشين. واحنا شفنا بعض الفرق ثلاث ماتشات ورا بعض بتكسبها زي اسوان ثلاث ماتشات ورا بعض بيكسبوا ماتشات بره ارضه وماتشات قويه. فدي حاجه من ضمن الحاجات اللي في طبعا بعض المدربين اثبتوا كفاءه، مدرب اسوان مجدي، وفي الجونه الى حد ما مش مدرب طنطا طبعا ماشي بيأدي اداء جيد وان كان متعثر. لكن في فرق كتيره كابتن ابتدت تلعب كوره فيها نوع ماتشات متذبذبه، ماتش تلاقيه بيأدي اداء فني عالي جدا، الماتش اللي بعديه بتلاقي الاداء دون المستوى زي ما شفنا ماتش الطلائع. طبعا النادي الاهلي سيطره من البدايه للنهايه، لكن واضح جدا ان هم كانوا مجهدين من الماتش اللي قبليه. دكه البدلاء بتفرق جدا في الدور الاولاني، انما معظم الفرق الحياه الموجوده سواء المقاولين واللي تحتيه بيحاول ان هو يجمع نقط في الدور الاولاني، لان الدور الثاني بيبقى فيه كل ماتش بيبقى مدى الصعوبه انه يحصل على بونت علشان يبقى في معمعه الهبوط والتفكير فيها، والاعلام اللي دايما بيبقى يعني بيتكلم على الفرقه اللي هتنزل، فدي كلها بتبقى ضغوط على الفرق اللي تحت. لكن انا بشوف انه الفرق اللي هي فيها اداء ثابت باستثناء النادي الاهلي، يمكن انبي في عمليه صعود الانتاج الحربي، بيراميدز في الفتره الاخرانيه ابتدى يعني اداؤه يتصلح شويه، لكن المقاولين العرب يمكن تعثر في ماتشين ثلاثه في الاخر، لكن اداؤه ثابت طول الدور الاولاني. في اعتقادي ان الدور الثاني هيبقى ليه مردود مختلف، خاصه انه دكه البدلاء هتبقى هتتحكم في ترتيب الدوري وفي ترتيب الفرق، وهتحدد مين اللي هيخش المربع الذهبي ومين اللي هيبقى في صراع الهبوط. وان كان الامل موجود لكل الفرق اللي تحت سواء طنطا او المقصه، تخيل يا كابتن المقصه 14 نقطه بامكانياتها وعلى مدى 3 4 سنين اللي فاتوا كانوا دايما بينافسوا في المربع الذهبي، وضع ما يتمنهوش اي حد، عنده 14 نقطه من 17 مباراه. وادي دجله طبعا الاخ مجدي اعتقد ماجد غير المدير الفني نتيجه الاصرار عليه، على الرغم ان احنا كل الاستوديوهات كانت بتنادي ان طريقه اللعب دي لا تناسب فرقه بحجم وادي دجله. وادي دجله من الفرق اللي هتعاني معاناه قويه جدا، لان الراجل بيصر على اداء معين، الاداء المعين ده معرضه للهبوط السنه اللي فاتت والسنه دي، وفي اصرار على اللعب. بتبدا من تحت، عشان تبدا من تحت يا كابتن لازم في متطلبات وامكانيات لعيبه، امكانيات اللعيبه دي ما هياش موجوده عندك. الفريق لسه في عمليه صعود، وبالتالي لازم يبقى هناك لعيبه عندها من الاداء الفني ومن الثبات الانفعالي ومن التقدير يعني ايه مكسب وخساره، الكلام ده مش موجود. وبالتالي النهارده وادي دجله 14 نقطه من 17 مباراه. طبعا دي كلها حاجات بتحز في النفس. الحقيقه النادي برضو نادي مصر بيأدي اداء رائع على الرغم ان ما فيهوش نجوم، يعني طبعا كلهم نجوم لان ادائهم اداء جماعي، لكن برضو 11 نقطه لا تعبر عن ادائهم الفني. تمام كابتن ابراهيم،
وانت بتتفرج على مباريات الدور الاول يعني مين الفرقه اللي لفتت نظرك وليه؟ الحقيقه في تفاوت في المستويات جدا بين الفرق كلها. يعني لو بصينا للثلاث فرق اللي صاعدين اف سي مصر وطنطا واسوان، طنطا الحقيقه بتادي اداء اكثر من ممتاز، بس يعني سوء الحظ الحقيقه ملازمهم تضييع الاهداف كتير جدا، وبالتالي بيتعرضوا لخسائر غير متوقعه. اسوان ابتدى مع الكابتن مجدي الحقيقه ابتدى في الفتره الاخرانيه الحقيقه بيادي اداء اكثر من ممتاز، واللعيبه ابتدت تحفظ طريقته، تحفظ طريقه الاداء والتاكتكس، فبالتالي ابتدوا يادوا اداء كويس جدا. في بعض الفرق متعثره جدا زي ما قال الكابتن عادل، مصر المقصه الحقيقه برغم الامكانيات الممتازه اللي عندهم سواء من اللعيبه او من الاجهزه الفنيه او من الناحيه الماليه، انما متعثرين جدا. ودايما انا بقول زي ما احنا بنقول في الفرق، لما لجنه الكوره اللي بتبقى في اي نادي بتنتقي لعيبه كويسه بالتالي بيفيدوك في الملعب. نفس الكلام بالنسبه للمدربين لما بتنتقي. معلش يا كابتن، حضرتك بتتكلم على نادي مصر المقاصه، هكمل كلامي مع حضرتك، ولكن خلينا نروح لكابتن عبد الباقي جمال مدرب فريق وادي دجله. بما ان هناك يعني 11 مدير فني تمت اقالتهم ما بين اقاله واستقاله رحيلهم خلال الدور الاول من عمر الدوري العام المصري، خلينا برضو اخرهم طبعا جونياس المدير الفني لنادي وادي دجله. كابتن عبد الباقي ازي حضرتك؟ ازيك يا كابتن اسلام، ازي حضرتك؟ وتحياتي للكابتن ابراهيم عبد الصمد وكابتن عادل عبد الرحمن وكابتن عادل سعيد. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا كابتن عبد الباقي. كابتن عبد الباقي، يعني طبعا استقاله او اقاله او في النهايه رحيل تكيس جونياس المدير الفني لنادي وادي دجله، يعني احنا كلنا بنتساءل، هو وادي دجله صبر طبعا فتره طويله، ولكن الفتره اللي جايه هتكون صعبه جدا يا كابتن عبد الباقي. ما كابتن، يعني هو احنا الظروف دي مرينا بيها بالظبط كده كابتن في السنه اللي فاتت. الدور الاولاني احنا مجمعين 15 نقطه السنه اللي فاتت، السنه دي احنا مجمعين في الدور الاولاني 14 نقطه. الدور الثاني قدرنا، وده عكس التوقعات وعكس الطبيعي، ان احنا خدنا 25 نقطه الدور الثاني. بس ده ممكن يكون حصل السنه اللي فاتت، ممكن صعب مثلا يحصل السنه دي. ما هو انت ما ينفعش تخاطر. اتفضل. هو يا كابتن، لكن السنه برضه كابتن كان في بتروجيتو، كان في تقريبا كل من المركز السادس كل الناس كانت في الصراع، كان اي حد ممكن ينزل. احنا بالعكس ال 40 نقطه دول احنا فنشنا في المركز العاشر. ايوه. فهي يا كابتن هو موقف صعب طبعا موقف صعب، لكن يعني بيتهيألي عندنا لعيبه عندها، يعني حتى اللعيبه مش هقول عندها خبرات، بس مروا بظروف مشابهه. ممكن مع دم جديد، يعني كان في برضه سوء توفيق لمستر فاكس، راجل بنحترمه جدا وراجل بجد، يعني انا وجهه نظري ان هو راجل غير او يعني عمل شكل جديد للكره المصريه، يعني حاجه يعني فلسفه مختلفه ما كناش شفناها قبل كده في الكره المصريه. ايوه. انا سمعت ان في بعض اللاعبين يا كابتن عبد الباقي يعني عيطوا من كتر ما هم حابينه ان هو يبقى حقيقي. يعني تقريبا كل اللعيبه كانت متاثره، وهم كانوا حاسين التاثير منهم ان هم ما ساعدوش الراجل بالشكل الكافي. يعني ده بالامانه انا بقول لحضرتك الكلام ده من الاخر، الراجل مشي. يعني انا مش هقول كده، يعني مش محتاج مثلا هجمل واتكلم حاجه. الراجل خلاص مش موجود، بس هو حقيقه الراجل استفدنا منه كتير جدا. ممكن يعني زي اي حد كابتن فيه سلبيات، لكن هو المشكله مش في الطريقه، يعني المشكله مش في فلسفه الراجل على فكره. ايوه. يعني ممكن يكون مثلا، يعني ممكن يكون في مدرب فكره هجومي، لكن مثلا ما بيعرفش يدير الماتش كويس، بيعمل تغييرات مش موفقه. او واحد ثاني مدرب بيلعب بشكل دفاعي، ولو نفس المشكله هي مشكله مستر فاكس، الناس بتهاجمه عشان الكره الاستحواذ. يا كابتن وسيله. يعني هو الراجل دي وسيله، هو قادر يعملها. في جوانب ثانيه ممكن يبقى في قصور فيها. انا طيب. كابتن عبد الباقي، اللعيبه ما اعرفش يعني بقى لهم سنتين بيلعبوا بهذا الشكل او سنه ونص بيلعبوا بهذا الشكل، اتطبعوا يعني على الشكل اللي بيلعبوا بيه او على الاسلوب اللي بيلعبوا بيه خلال سنه ونص، من وجهه نظرك هيبقى في صعوبه من ان هم يغيروا هذا الشكل؟ افرض جالهم مثلا مدير فني اسلام الشاطر، مثلا اسلام الشاطر، اسلام الشاطر ده بيلعب على الكور الطويله وبيلعب على كذا. لا يا كابتن، هو كابتن على فكره اختيار مستر فاكس هو مش غير الصدفه ان هو الراجل دي لعب الكوره دي واحنا اتفاجئنا بيها. هو الراجل ده جاي، يعني انا واحد مثلا من الناس اللي قبل ما يجي انا متفرج على ماتشات الراجل دوت ومتفرج على شغله وعلى الفرقه اللي كان ماسكها قبل كده، وعارفين ان ده
الشكل اللي احنا هنلعبه. ومستر ماجد من جايبه كان ماسك النادي في نادي يوناني مستر ماجد الملك بتاعه. هو راجل منقيه وجايبه عشان يعمل الفلسفه دي. والمدرب الجديد مرحله انتقاليه، ولو في مدرب جديد هيمسك لفتره. هو مين اللي موجود دلوقتي يا كابتن عبد الباقي؟ في كابتن مصطفى خروبي، ده كان مدرب معظم اللعيبه اللي عندنا خريجين اكاديميه جي ام جي، هو كان مدربهم في الاكاديميه ديت. وشغال تقريبا في مصر، كان مع اللعيبه ديت من سنه 2005 مثلا 2006. يعني اشتغل. ده مدرب مؤقت لحين التعاقد ولا هو ده المدير الفني كابتن مصطفى؟ والله كابتن يعني انا بالظبط انا مش عارف، لكن هو راجل بكره في التمرين، يعني هو راجل بكره في التمرين مؤقت بقى او حد، لكن انا بتكلم بشكل عام. مؤقت او مكمل او هيجي حد غيره، او طول ما في كره فاضيه تيجي يا كابتن الشكل ده مش هيختلف. يعني القصه ممكن يبقى يعني الفلسفه الاستحواذ والكره الهجوميه والباصات الصغيره ده هيفضل موجود في وادي دجله. هيبني بقى كابتن مثلا ممكن المدرب يجي يلعب 4 2 3 1 بدل 4 3 3 5 3 4 3، لكن نفس الشكل اللي هي طريقه الاستحواذ نفس الفلسفه هي يا كابتن. ده والاختيار المدير يعني في ومفيش مدير، وعشان كده كابتن انا بقول لحضرتك صعب جدا يجي في وادي دجله وفي فني مصري. انا وجهه نظري يعني مفيش، لان معلش احنا ما عندناش كابتن ولا مدرب مصري بيلعب بالشكل ده او متمكن من الاستايل ده. يعني يمكن كابتن ايهاب جلال، وانا شايف الفتره الاخيره حتى تخلى عن فلسفته دي يعني. كابتن بغض النظر دي حاجه، مش بنتكلم دي حاجه حلوه او حاجه وحشه او ده صح او ده غلط. دي سياسه النادي يعني، ده دي تقصد ان دي سياسه النادي خلال المرحله المقبله، ان هي دي طريقه اللعب اللي هيلعبوا بيها، لازم المدرب هو اللي يجي يتطبع على هذا الشكل. يعني مورينيو يا كابتن ما يقدرش، مورينيو مثلا مدرب وحش، او سيميوني مثلا ما بيلعبوش بالفلسفه دي. واحسن مدربين من احسن مدربين في العالم طبعا يعني. هي فلسفة نادي او فلسفة رئيس نادي او ملك نادي وعايز يعمل كده. عايز تقول حاجة يا كابتن عادل؟ يعني هي الطريقة اللي بيلعب بيها دي هي كرة القدم في الوقت الحالي. يعني هي مش طريقة جديدة. يعني الراجل ما كانش بيلعب طريقة جديدة خالص. هو الراجل بيستحوذ على الكورة، كل العالم بيستحوذ على الكورة، بس المهم انك لما تستحوذ على الكورة تعمل ايه، ده المهم. يعني هو كابتن عادل قصده مثلا ان في نتيجه للاستحواذ يعني. لا، بعض كل الفرق بتلعب كده في العالم استحواذ. انا اقصد يا كابتن اللي انا عايز اقوله يا كابتن ان المشكله كابتن هي الاستحواذ ده كابتن وسيله. مش غايه. ايوه وسيله. وانك انت التكمله الثانيه بقى ايه، هي دي المهمه. يعني مثلا في مباراه من المباريات يا كابتن كانت النتيجه 2-0، مش مباراه واحده، اعتقد مباراه ام بي. اصل انا من الناس اللي كنت بحب اتفرج على وادي دجله، بس عشان اوصل لفكره الراجل يعني بيعمل الشكل او الفلسفه اللي معموله دي معموله ايه، السبب ان انا اكسب ولا ان انا اعمل شكل حلو ولا ان انا ما انزلش ولا ان انا ايه. اقول لك انا برضو في برضو كان حاصل في اول سنه مثلا لبس عند اللعيبه، الراجل بيطلب ان احنا نلعب كوره صغيره نستفز الفرق اللي قدامنا تضغط علينا عشان يبقى في مساحات عشان نلعب في الاخر مثلا في الاخر نلعب الكره الطويله في المساحات اللي في ظهر الفرقه يا كابتن. يعني كابتن حاسس ان كابتن ممكن يكون الكلام ده ما بيتنفذش. بس كابتن انا مثلا كابتن عبد الباقي، انا مثلا كنت ببقى كسبان 2-0 وفاضل ربع ساعه، هل ممكن ان ده يحصل ان انت تتغلب 3-2؟ بتحصل طبعا، بس ما بتحصلش على طول. انت ماتشين 3 ورا بعض نفس الشكل متكرره. بس اقول لحضرتك يا كابتن بقى ليه؟ لان احنا كابتن لاعبتنا ما عندها، يعني احنا معظم اطوال الفرقه عندنا كابتن ما فيش حد تقريبا عدي 170 سم تقريبا، باستثناء مثلا حسام عرفات واوسا والسرداء والاثنين ستر باكين. هو ده انما كان جسمان بتاع الطريق. لو جبنا الفرق الثانيه على صور عاليه ولعب طويل وبتاع، احنا لا هناخد اولى ولا هناخد كره ثانيه. ايوه صح. هو الراجل كان بيطالب اللعيبه، ان احنا في الوقت اللي احنا نازلين فيه لا نستحوذ، ويمكن حتى كابتن لو في استحواذ سلبي في الوقت ده ما كانش بيحصل. هي الناس رابطه ان احنا عشان بنستحوذ واحنا مصرين، لا بالعكس، احنا في الوقت كنا بنتخلى عن طريقتنا فبنروح للي هي زي ما الناس مثلا يقول لك سكن بلاد او الخطه البديله او كده. احنا كابتن ستايل تكوين لعيبتنا الجثماني وطريقه تدريبنا وكل حاجه ما ننفعش كابتن نلعب بالشكل ده. تمام. انا بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن عبد الباقي. طبعا نتمنى لكم يا رب كل التوفيق. فلسفه نادي وشكل واداره نادي وادي دجله طبعا من الانديه المحترمه جدا الحقيقه، وفلسفه هو بصراحه كلنا كنا بنحب وادي دجله وطريقه اللعب، بس في اوقات زي ما انت ذكرت ابقى كسبان 2-0 يعني لازم الطريقه تتغير شويه ولازم اقفل بالزبط. الملعب شويه يعني لازم هو قال لك خلي بالك حضرتك هو وجهه نظره ايه؟ ان هو بيقرب الناس عشان يعمل مساحات عشان يدي اللعيبه السريعه اللي عنده، حسام عرفات وبقيه اللاعبين اللي متواجدين، وجهه نظره
يعني لا انا يعني وجهه نظر تحترم وكل حاجه. انا بقول واحنا كسبانين 2-0 يبقى في تباين في الاداء، يعني انت بتستحوذ عشان تستغل المساحات الخاليه اللي هو الخصم لما يجي يضغطوا عليك. طب انت كسبان 2-0 لازم بقى تحتفظ بالكوره اي وقت، زي ما عمل بيراميدز في الماتش الاخراني بعد ما كسب 2-0 ابتدى يمسك الكوره وبقى لعب تجاري، بيلعب تجاري بيمسك الكوره مش عايز يروح ملعب الخصم، خلاص بقى لعب تجاري عايز يكسب الثلاثه بونت وخلاص. لازم يبقى في تباين في الماتش ان انت عايز تكسب الماتش ده. هو كمان بمناسبه كمان وادي دجله ان هم بيتفاوضوا مع مدرب يوناني ومدرب اسباني، طبعا لو كابتن مصطفى الخروبي ومدير فني جزائري لو كمل وكمل بشكل كويس هيكمل. هو بس اللي انا عايز اقوله ايه، ان دي مش طريقه لعب زي ما يعني دي كان بتاع برشلونه مثلا. لا مش طريقه، نص لعب برشلونه كان كده. الاستحواذ، هو قال لك كلمه برضو قال لك كلنا 170 سم، ما هي الطريقه دي الاستلام والتسلم لازم النمط الجسماني. ما برشلونه ما كان كده يا كابتن، ما كان عنده في الاخر هي سياسه، ما هو النادي طالما النادي دي سياسته خلاص. انا موافق، لا انا كنت على عايز اللي بيحصل ده كله. لا انا كنت عايز اكملك على حاجه مهمه. بقول لك من حق النادي يحط استراتيجيه بالظبط، عشان كده بقول لك هو المدرب عمل نص العمل الجيد لاي مدرب جاي. يعني لو في مدرب هيمسك وادي دجله هو عنده 50% من العمل انك تستحوذ، وهو ما فيش احسن من الاستحواذ. لكن في ما بعد الاستحواذ اللي هو ايه، يعني اجيب الجون ازاي او ادافع ازاي، هي دي بقى المهمه. يعني المهمه انه ايه، ان الناس عرفتك، انت مش بتغير طريقه لعبك، انت بتغير فكر الناس عنك، لانه انت وصل نادي وادي دجله وصل لدرجه انه يعمل ايه، الناس تقف له ورا تسيبه ينقل شويه وبعدين تعمل ضغط 5 دقايق عليه وبعدين ترجع تاني، تعمل ضغط 5 دقايق تخطف كوره وتجيب جون وبعدين ترجع تلعب تاني. انت بس حته الحراك انك انت تغير في 5 دقايق 10 دقايق لعبه ولا 2 عشان ترجع لطريقتك تاني، ما هي مش ضروري انك انت تصر على طريقه واحده وما عندكش الادوات بتاعتها. تمام كابتن، اكمل النقطه اللي انت كنت بتسالني عليها ووقفنا عنها بعد ما وادي دجله الفرق المتميزه في الدوري المصري في الدور الثاني. انا شايف ان الاتحاد السكندري الحقيقه بيقدم مستوى جيد جدا السنه دي بعد ما كان بيعاني السنين اللي فاتت، ودايما بيبقى بيصارع الهبوط في الاسابيع الاخرانيه، انما مع طلعت الحقيقه بيقدم مستوى جيد. المقاولين مع عماد النحاس برضه بيقدم مستوى جيد جدا، والدليل احتلاله المركز الثاني لفتره طويله جدا، ولاعيبته اكتسبوا حته الهجوم والشحن المعنوي اللي عماد النحاس اكتسبه من النادي الاهلي، الظاهر اداهم الجرعه دي في المقاولين. فالمقاولين الحقيقه بيقدم مستوى جيد جدا السنه دي. المصري ساعات وساعات، انما الاتحاد بيراميدز بيقدم مستوى جيد برضه، بس برضه انا بـ 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 يعني بـ السلوكيات بتاعت اللعيبه والاعتراض على الحكم كتير الحقيقه، انا بـ 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 بعترض عليها، واللعيب لعيب والحكم حكم، انما بيقدموا مستوى برضه من الممتاز. المجموعه اللي في الوسط بقى هي يعني المستوى متشابه شويه، كل الانديه اللي في الوسط المستوى متشابه مره فوق ومره تحت يعني. تمام كابتن عادل، 11 مدير فني تم رحيلهم من تقريبا معظم الانديه، الاهلي، المقاولين زي ما هم، الزمالك غير، بيراميدز غير، الاتحاد السكندري زي ما هو، سموحه غير، ام بي غير، الانتاج الحربي لا زي ما هو، الاسماعيلي غير، المصري زي ما هو، حرس الحدود زي ما هو، الجونه غير، اسوان زي ما هو طلع، يعني 11 مدير فني. طيب قبل ما اخد بس رد الكابتن عادل على تغييرات كثيره جدا للمديرين الفنيين، نروح للكابتن عبد الناصر محمد المدير الفني لنادي مصر السابق، الحقيقه برضو واحد من المديرين الفنيين اللي ادوا بشكل جيد خلال الفتره، وبعد كده بعد هزيمه الجيش قدم استقالته. كابتن عبد الناصر ازي حضرتك؟ مساء الخير، ازيك يا كابتن اسلام، ازي حضرتك؟ مساء الفل. برحب طبعا بالكباتن الكبار، اخواتي الكبار اللي عندك، كابتن عادل، كابتن ابراهيم، كابتن عادل عبد الرحمن. كابتن عادل قايمه، نورنا. الله يخليك يا كابتن عبد الناصر. كابتن عبد الناصر، ايه رايك في موضوع تغيير المدربين؟ 11 مدير فني تم تغييرهم في اقل من 18 مباراه. هي دي مصر،
ايوه احسن رد. هو ده الدوري المصري. طب يعني نقفل خلاص. يعني احنا مشكلتنا في مصر بنبص للنتائج بس، ما بنبصش يعني لاداء المدرب مع فرقته عامل ازاي. في اغلب الاحيان، انا بتكلم في اغلب الاحيان في اغلب الفرق يعني. يعني في مدربين بيشتغلوا شغل كويس وشغل محترم، لكن مع نتيجة أو نتيجتين بالهزيمة بيتم تجديد الثقة. وطبعا حضرتك عارف تجديد الثقة دي معناها أن الماتش اللي جاي هتمشي. ماتش أو ماتشين هتمشي صح. بالضبط كده يعني. فهي دي المشكلة في مصر يعني، غير إحنا ما عندناش استقرار في المدربين زي بره. بره المدرب بيكمل لنهاية الموسم يعني، نادرا ما بيتغير مدرب في نص الموسم أو بعد هزيمتين ثلاثة. لا بيكملوا بيحاسبوا المدرب طبعا في اخر الموسم. هنا في مصر لا، ما فيش الكلام ده يعني. بس اعتقد يا كابتن، اعتقد يا كابتن عبد الناصر لو في هدف يعني، مثلا لو انت متفق على مع نادي مصر على البقاء مثلا في الدوري في ظل النتائج يعني. لسه الكابتن عادل طعيمه وكابتن ابراهيم وكابتن عادل عبد الرحمن كانوا بيتكلموا على ان فريق مصر من الفرق اللي ادت بشكل جيد جدا، ولكن الحمد لله والله. ولكن في النهايه، ولكن في النهايه نادي مصر في المركز ال 18. انا ما اعرفش طبعا حضرتك اتفقت معاهم على هدف ايه. طب بص يا كابتن، انا مسكت الفرقه قبل الدوري ب 10 ايام. يعني مش انا اللي عملت الاعداد، ومش انا اللي جبت اللعيبه، ومش بتحجج. بالعكس، انا قابلت المهمه وقلت لهم ان انا هشتغل وهتعب مع الفرقه. اتفقنا ان احنا كان هنكمل لنهايه الموسم سواء حصل اخفاق او ما حصلش اخفاق. اللي حصل الحمد لله احنا اشتغلنا كويس جدا وكملنا يعني، وصلنا لمرحله ممتازه مع الفرقه، وخصوصا بعد التوقف الشهر الاولاني اللي حصل بعد ما خمس مباريات او اتنا شهر اشتغلنا مع الفرقه وعملنا نتائج كويسه بعد كده. اخر مباراتين بصراحه يعني الهزيمه اتهزمنا بفعل فاعل، وكان التحكيم سبب رئيسي في المباراتين. مباراه بيراميدز احنا كنا ندي طرد منك ثلاثه. وطرد مني ثلاث لعيبه، خسرت المباراه 2-1. خسرت اللاعبين في المباراه اللي بعدها، وخسرت الثلاث لعيبه المهمين قوي. بص يا كابتن اسلام، انت عارف الفرق دي بيبقى عندك اللعيب زي الكنز يعني، البديل بتاعه مش سهل. فانا كان عندي ثلاث لعيبه، اوكا واحمد يوسف واسلام صالح، من اهم ثلاث لعيبه عندي في الفرقه. ايوه. والثلاثه اللي اتطردوا. طبعا خسرتهم في ماتش الجيش. الاداء في ماتش الجيش بصراحه اختل بطريقه كبيره. لكن عايز اقول لك برضو، احنا مهزومين اربعه، احنا كنا 2-0، جبنا جول، مصطفى سلطان جاب جول في الجيش اتحسب اوفسايد وهو مش اوفسايد. يعني كان ممكن يرجعني للمباراه. ده اللي حصل في المباراتين وخسرنا. الاداره يعني شافت ان احنا يعني لازم ننفصل يعني. انفصلنا بهدوء الحمد لله. يعني نتمنى لكم كل التوفيق يا كابتن عبد الناصر، المديرين الفنيين الاكفاء الحقيقه، نتمنى لك يا رب كل التوفيق. لا والله الحقيقه قدمت مستوى جيد والله يا عبد الناصر في الوقت اللي انت مسكت فيه، وفي ظروف صعبه جدا، وفرقه طالعه من الدرجه الثانيه. ف ربنا يخليك، تمنياتي ليك بالتوفيق. دي شهاده اعتز بيها من كباتن كبار زيك والله، شكر جدا. ربنا يخليك، شكرا جزيلا يا كابتن عبد الناصر. راي حضرتك برضه يا كابتن في 11 مدير فني في اقل من 18 مباراه؟ زي ما قال هي دي مصر، غير ان هي دي مصر يعني. قال يعني هي باختصار شديد اللي قاله الاخ عبد الناصر، كابتن عبد الناصر، انه جه لا اختار فرقه ولا عمل لها اعداد. طب انا هحاسبك ازاي؟ انت ما جبتش اللعيبه اللي انت عايزها، فانت يعني انت هتسقف بايد واحده؟ ما ينفعش. فلازم الاداره، اذا انا كمدرب قبلت يبقى ابقى عامل حسابي ان انا في اي وقت همشي. المفروض ان انا طالما قبلت يبقى لازم ما اقولش بقى ان انا، انت فعلا مدرب رائع جدا وعمل فرقه كويسه واشتغل وبان جهده، فما بالك بقى لو هو عمل فتره الاعداد وهو اللي جاب اللعيبه. اعتقد ان هو كان هيوصل لمرحله ثانيه. 11 مدرب بيمشوا، دي طبعا حاجه يعني مش كويسه في حقنا كمصريين وكمنظومه، لكن ده بيرجع لاداره النادي اللي هي مش عارفه حسن الاختيار من البدايه. انا وانا بختار مدير فني بختاره، نفسي مره اشوف نادي بيختار مدير فني قبل الموسم ما يبدا بشهرين ثلاثه، مش بلاش بسنه.
بحيث انه يجي يقعد مع الاداره عشان ما يبقى عندنا احنا كابتن شهرين ثلاثه. ما هو افرض يا كابتن مثلا زي اللي حصل قبل كده ان انت عندك مدير فني. خلينا نتكلم عن النادي الاهلي كمثل مثلا، انت بتحاسب اخر السنه، فاخر السنه خلصت، فما بين اخر السنه والسنه الجديده ما يكملش شهرين. ما فيش ده. السنه اللي فاتت كانت امتى؟ السنه اللي فاتت خلصت بعد بطوله كاس الامم الافريقيه، قعدت شهر تلعب، كانت فتره صغيره جدا، كانت فتره صغيره جدا. فهو لاسارتي لما خرج من بطوله الكاس وانتهى الموسم بالنسبه للنادي الاهلي ابتدى يتم تقييمه، وبالتالي تم توجيه الشكر لمستر مارتن لاسارتي، وتم بداوا يفكروا بقى في مدير فني جديد. ما عندكش وقت. شوف يا كابتن، انا ما بتدخلش في شغل الاداره، لكن انا لو يعني في مسؤوليه ابقى حاطط سيناريو اللي ممكن يحصل. يبقى عندي سيفيهات وعندي مقابلات مع بعض المدربين قبلها بثلاث اربع شهور، انا ما اعرفش ايه اللي هيحصل. فيبقى عندي الحاجه دي متحضره. يقين ان انا عندي حاجه يعني مثلا. ما في خطه بتبقى قصيره وخطه طويله الاجل. ايوه. خطه طويله الاجل ان انا لاسارتي وهو شغال. لا انا بتكلم بشكل عام، انا بجبت مثلا بشكل عام عشان ما حدش يقول لك انت مش لازم. انا في الخزنه عندي يبقى في ثلاث اربع سيفيهات، وانا حضرت زي فايرال كده شفنا النوعيه ديت، قعدت مع اثنين ثلاثه من المدربين المحترمين واتفقت بتفق معاهم الرينج بتاعهم قد ايه من خلال الوسيط او الراجل الوكيل المدرب، ويبقى عندي الحاجات دي موجوده بحيث ان انا لا افاجئ. وبعدين انا برشلونه لما بيبقى مع جوارديولا واخد كل البطولات وهم متفقين، هو متفق وهم كمان متفقين، يعني العمليه دي عمليه التبادل ديت وعمليه ان انا ماشي قبلها بست شهور او قبلها بسنه، انا برضو كاداره ان انا يبقى عندي السيفيهات وعارف ان انا المدير الفني زي ما انت قلت كده للاخ عبد الناصر، النادي طالب منك ايه؟ هل انت طالب منك بالظبط مربع ذهبي؟ من بعض فاذا انت طالب مربع ذهبي او انك انت في وسط الجدول او انك عايز بطوله، طب بقى اديني بقى الامكانيات واديني فتره اعداد وهات اللعيبه اللي انا عايزها واديني معسكراتي واديني لائحه على اعلى مستوى واديني صلاحيات كامله واعمل لي عقد بشروط جزائيه بحيث ان انا قاعد بشتغل معاك ابقى قاعد في امان وابقى عارف ان انا حقي هاخده وان انا شغلي هعمله. فدي كلها يا كابتن حاجات مهمه جدا. ادارات الانديه باستثناء طبعا النادي الاهلي المفروض انها تبقى الحته دي من البدايه، يبقى عندي المدير الفني. انا النهارده دور اولاني، انا مانيش عارف مرحلتي، انا ايه المطلوب مني؟ ايه المانع ان انا يبقى عندي كمدير فني عندي اكتر من سي في من خلال الاداره بحيث ان انا ما اجيش اتعثر في بدايه الموسم. هم سبع فرق: الاهلي، البقاولين، الاتحاد، الانتاج المصري، حرس الحدود، اسوان، هم اللي بداوا ومديرينهم الفنيين مكملين. يا كابتن ابراهيم دايما دايما تغيير المديرين الفنيين بيبقى في وسط الموسم بيبقى ليه يعني الحقيقه حاجات سيئه جدا على اللعيب. ممكن يبقى في ناحيه ايجابيه ان اللعيبه عايزه تأدي بطريقه جيده جدا عشان المدرب الجديد ياخد فكره كويسه عنهم ويبقوا من الاساسيين، انما غالبا الهبوط المستوى بيحصل لانه ولا مسؤول زي ما قال الكابتن عادل، ولا مسؤول عن اعداد، ولا مسؤول عن اختيار اللعيبه، ولا طريقه اللعب، عبال ما يحفظهم، عبال ما يحفظ الاسامي بتاعه الفرقه وهو في نص الموسم وقت طويل. يعني العمليه اصلا مش جدعانه، يعني مش جدعانه انا ماسك فرقه اشتغل معاها على طول، العمليه محتاجه صبر ولازم اشتغل معاهم شهرين قبل الدوري، ولازم يبقى لا ما هي زي ما قال برضو انا متفق مع الكابتن عادل، لازم ادارات الانديه تبقى ادام هي واخده القرار ان المدرب هيمشي في النهايه. الكابتن عادل بيتكلم على قبل بدايه، ما هو انا برضه بتكلم على القبل. لازم يبقى عنده كذا 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 مدرب اي وبي وسي، ده ما توافقش معاه يبقى الثاني يبقى الثالث، يبقى الدرج جاهز بالمدربين الجيدين. انما حته التناقضات المدربين في وسط الموسم دي الحقيقه ظواهر سيئه، احنا بس مصر هي الحقيقه اللي بتتمتع بالقصه دي بالموضوع ده. يعني كابتن عادل برضو ظهرت ان كل المدربين الاجانب تقريبا بس استثناء فايلر كلهم اللي كانوا موجودين اول السنه مشيوا، وبالعكس جه مدربين اجانب تانيين وجو مشيوا يعني كتير برضو يا كابتن. بس هو خلينا نبقى صراحه يعني هو في حد بيشتغل في استراتيجيه في الدوري الممتاز عندنا في مصر للانديه الكبيره اللي هي مش عاوز اسمي الانديه، لكن انا عايز اقول حاجه مهمه قوي. ده مدرب بيبقى ماشي فشل في نادي بيروح نادي تاني، انت عارف ايه المشكله؟ اللي المدربين اصلا لما بيجوا يشتغلوا
بيبقوا عارفين انه هيمسكوا تاني فما بيجتهدوش. يعني بمعنى في اسماء عندك في مصر هنا ما بيجتهدش ولا هيجتهد ولا عايز يجتهد، هو بيروح حظه مشي مع الفرقه اهلا وسهلا، حظه ما مشيش ما هو رايح نادي تاني. لو المدرب ده مش هيروح نادي تاني هيجتهد وهيعمل اداء احسن من كده. لكن انت بتتكلم في واحد مثلا بيبقى ماسك فرقه مخليها اخر فرقه ويمسكوه تاني يوم فرقه تانيه. هي الموضوع مش موضوع استراتيجيه وسيفيهات بتاعت ناس في مصر، ما بيحصلش. انت بتحصل وكيل لعيب ودمك خفيف ولا مش خفيف ولا في مصلحه ولا ما فيش مصلحه. خلينا نبقى صراحه، يعني ده اللي بيحصل في مصر. انا واحد من الناس اتكويت بنار الموضوع ده، لا رحت اربع ماتشات يعني ما هي برضو تجننك. لكن في ناس بيروحوا دقيقه وممكن يروح نادي تاني بكره لانه قوي في علاقاته، فما بيجتهدش ومش هيجتهد. ليه؟ لانه ضامن العمل اللي جاي. يعني عارف انه مش فارق، يعني مش فارق معاه فشل او لا ما بيشتغلش. ما هو هو عارف هو مش ضامن عمله اللي هو جوه الملعب فيقول لك ايه انا ضامن. يعني يعني انا متخيل ان في مدربين اثناء هم بيشتغلوا بيدوروا على نادي تاني لا لازم تعرفها دي تماما، والله بكلمك بجد. يعني بيقول له ايه خلي بالك، في واحد يجي يقول له خلي بالك اشتغل هنا شهرين عشان اوديك شهرين الحته الثانيه عشان اوديك شهر. ودايما خد الاحصائيه دي عندك في الشتويه قبل، لازم يعني في الانتقالات الشتويه لازم يتغير من 6 لـ7 مدربين في الدوري المصري، وخد الرقم ده عندك انا عامل احصائيه. لازم كل فرقه بتغير مدرب بتجيب 6 لعيبه، لازم 6 لعيبه في الشتويه. احسبها وفكر في اللعيبه هتلاقي الموضوع بتاعي ده من الكلام ده بقى من حوالي يجي 7-8 سنين ده بيحصل. في كل في فرق بتغير المدرب لازم تغيره قبل الانتقالات الشتويه. لازم تغيره ازاي؟ لو كويس يعني حتى بيغيروه؟ لا لا ما اعتقدش، ما بيغيروش. ما هو ما فيش حد بيبقى كويس. لا في ناس كويسين. لا 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 انا بتكلم في بنغير بنغير. زي ما بقول عادل ان هو مش لعيب برضو زي النقطه اللي انت لمسها. انا من زمان لمسها كويسه دي على فكره. انا لسه كنت هقول الاتحاد واخد طريق ان المدرب اللي يشتغل في نادي ما يشتغلش في نادي تاني. لا المجموعه دي المجموعه الخمس ست مدربين دي يعني الموضوع ده موجود. لكن هل العيب في المدير الفني ولا العيب في الاداره؟ أنا النهاردة لما بجيبك مدير فني علشان تمسك نادي سين من الأندية، السين من الأندية ده أنت داخل على فرقة، هل أنت معاك إحصائية بتقول الولاد دول وصلوا فين للمرحلة اللياقة البدنية بتاعتهم؟ ما عندكش الأجهزة دي وما عندكش الناس اللي تطلع لك الحاجة دي، فأنت بتشتغل عشوائي. أنا كمدير، أنا كرئيس نادي أو معايا مدير رياضي أو معايا لجنة كورة وأنا بختار المدير الفني ابقى عارف ان الراجل ده جاي بجهاز بتاعه هيقول لي اللياقه البدنيه بتاعت الفرقه النهارده 50% او 60%. هل ده بيحصل؟ ما بيحصلش. يبقى العيب مش في المدير الفني اللي هو بيوصل بطرق احنا مش عايزين نعرف، لكن العيب كمان في الاداره اللي بتشتغل عشوائي. بشتغل عشوائي بمعنى ايه؟ ان انا بدخل واحد جديد لمجرد ان انا سواء في ضغوط عليا او ان انا ما بختارش صح، بشتغل عشوائي. جديد من الدوري يعني من جوه الدوري. عموما يعني اصل القصه كبيره دي هنقدر قصه كبيره قوي. انت عارف الاختيار عارف الاختيار دلوقتي بيبقى ايه؟ لا ما اعرفش. بيغير عتبه هم بيقولوا كده. والله ما بهزر، انا بكلمك بمنتهى الامانه. يقول لك احنا بنغير عتبه ليه؟ لانه ما بيجيب واحد خسران وفي الاخير في الدوري، ما هو بيجيبه ماسك ثاني او ثالث دوري، انت فاهم؟ هو بس بيقول لك بغير عتبه مدرب. والله بيحصل كده. يعني عموما ده كلام الحلقه دي او الموضوع ده تحديدا عايز حلقات كثيره جدا خلال الفتره القادمه. انا بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن عادل على تشريفك النهارده. شكرا جزيلا. شكرا يا كابتن اسلام. شكرا جزيلا يا كابتن عادل عبد الرحمن. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. ان شاء الله مباراه النادي الاهلي ضد نادي المصري ان شاء الله ستكون يوم الجمعه الساعه 8:15 زي ما حضراتكم عارفين، وزي ما بننوه خلال اليومين 3 اللي فاتوا من بعد ما اتحاد كرة القدم غير الميعاد من 7:30 لـ8:15. اذا هنكون قبل المباراة دايما كالعادة بنكون مع حضراتكم على الهواء مباشرة لنقل كل كواليس ما يحدث قبل بداية اي مباراة سواء في الدوري او حتى في البطولة الافريقية لحضراتكم على الهواء مباشرة. اشكركم وان شاء الله نلتقي يوم الجمعة وحلقة جديدة من ملعب الاهلي ومباراة جديدة ان شاء الله تكون